حسناً، أين هي؟ لقد تأخرت بالفعل عن الفصل. من هناك؟ السنجاب أم ماذا؟ الدم. من أنت وماذا تحتاجين؟ دماء، أعطني الدماء. لن تهربين مني. من فضلك لا تلمسيني أرجوك. الدم. لا. لقد خدعتك. ماذا؟ هذه أنا إما، صديقتك المفضلة. ألم تكتشفي ذلك؟ فيوليتا، أنت أخفتيني جدا. لماذا تفعلين هذا؟ ما بك؟ أنت تعلمين أنني أحب أن أستقبلك هكذا. لا يهم، أنا سعيدة جدا لرؤيتك. حسنا، لنتوقف عن إضاعة الوقت. لقد حنقت الرحلة. إلى أين سنذهب؟ إلى أين؟ إلى مدرستك الجديدة. صديقتي المفضلة، لنذهب. هيا يا رفاق، دعونا لا نشتت انتباهنا. لديكم اختبار قريبا تحتاجون إلى التحضير. هل فهمتم هذا أيها الطلاب؟ بالطبع سيدة صوفي، هذه المرة أعدك أنني سأحصل على أفضل درجة. بالطبع يا أوسكار، ليس لدينا أدنى شك. نحن أصدقاء أيها المجتهد. نعم. ستساعدنا. نعم. لا بالطبع، دعوني من فضلكم. دعوني هيا. خذ هذا. هيا دعوني، أبعد يديك عني. حسناً، أين هي هذه إيما؟ يا شبان، هل رأيتموها؟ كيف نعرف يا أخي؟ هل تعرف مكانها؟ قل لي هيا. لا، أرجوك دعني أذهب، فأنا أحتاج للدراسة. ربما ذهبت لنزهة في مكان ما، لا نعرف. هيا دعوني. يا لكم من أغبياء حقاً. أغبياء. أعتقد أني قلت لكم لا تشتتوا انتباهكم. اجلسوا بسرعة في مقاعدكم. هيا. آسفة سيدة صوفيا على التأخير، ولكن كان هناك سبب وجيه لذلك. إيما، أين كنت أنت؟ لقد مر نصف ساعة للدرس بالفعل. أين هذا كنت؟ ما حصل؟ أريد أن أقدمكم جميعا لشخص ما. لحظة. إيما، أنت متأكدة؟ ربما سيخافون مني. لا ترتعبي، كل شيء سيكون بخير. هيا. أريد أن أعرفكم جميعاً على صديقتي المفضلة فيوليتا. مرحباً للجميع. ما هذا؟ وهي مصاصة دماء. ما هذا؟ لماذا أحضرت؟ فينا مصاصة دماء، أخبرينا. من فضلكم لا تخافوا، فهي ليست خطيرة، أليس كذلك يا فيوليتا؟ نعم أنا جيدة، لن أشرب دماءكم، أعدكم بذلك. تكذبين، لا يستطيع مصاص الدماء سوى شرب الدماء وأخفاء الناس. أي مصاص دماء؟ يا لكم من أغبياء، إنهم غير موجودون وهذا غير علمي، وسأثبت لكم. انظروا، هذا ليس لديها أي أنياب. هل رأيتم؟ ليس لديها أي أنياب. ما بكم؟ هل تسخرون مني أم ماذا؟ يا إلهي. حسناً، كنت أعلم أنهم جميعاً سيكونون خائفين مني. حسناً، يمكنكم أن تفهموها أيضاً. اعذريهم، إنهم غرباء. لا يا إيما، لا أعلم بشأنك، لكنني أخاف منهم. سيوزي صديقتي، تعالي، كل شيء سيكون بخير. لنذهب للمقهى، دعونا نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. أنا آسفة، ولكن ماذا عن الدرس؟ سيدة صوفي، حسناً، أي درس؟ حسناً، ما الذي تتحدثين عنه؟ إذن يا فتيات، لن نفوت وقتاً. حسناً، لكن فقط لا تتأخروا عن الدرس التالي. أخي، ماذا حدث للتو؟ نعم، ماذا حدث؟ أخي، أظن بأنني أحب. ما خطبك؟ حسناً، سنتعامل معك الآن. لنذهب، هيا بنا. نعم، هيا. هي، توقفوا، خذوا أوسكار ولا تدعوه على الأرض هكذا، انظروا إليه. حسناً، أخي ساعدني، هيا بسرعة. يا له من ثقيل. أوه، أشعر أنه من اليوم وصاعداً ستصبح مدرستنا أكثر صعوبة بكثير.
هيا هي استيقظ. مصاص دماء لا تقتربوا مني. أين أنا؟ توقف عن الصراخ، أنت في غرفتنا. لأول مرة أنا أخاف من مصاص الدماء. لأول مرة أتفق معك أخي، ما هو السبب وراء ذلك؟ لما إما أتت بهذا الوحش إلى صفنا، لماذا؟ احذر لكلامك، هي ليست وحش، إنها جميلة جدا، عليك أن تفهم هذا يا صديقي، إنها رائعة. ماذا حل به؟ سنكتشف الآن، هل أنت أحمق أم ماذا؟ ما هو المكان الذي هي جميلة فيه؟ نعم، ما هو؟ إنها جميلة، بعيون حمراء زاهية، بابتسامة جذابة وأنياب. لا تقل جمالا، أنا متأكد أنها قدري. نعم يا إلهي، كم هي جميلة، أنا أحببتها. يبدو لي أنه حصل على صدمة نفسية، يجب أن يذهب إلى الطبيب في الحال. مايك، ألست معجب بإما؟ أنت تحاول معها منذ الصف الأول. إما لم تعد تثير اهتمامي أبدا، فهي ليست جميلة مثل فيوليتا أبدا. نعم حقا؟ هل يمكنني الآن أن أخذ إما بنفسي دون أي مشاكل؟ وأخيرا نعم. يبدو أنه لديه مشاكل في رأسه. نعم هذا صحيح. ماذا قلت أيها الأحمق؟ يا شيء، سمعت خطأ أنت. يا رفاق، منذ هذه اللحظة أريد فيوليتا مهما كلفني ذلك، أنا أحببتها كثيرا. بالطبع أخي، سأساعدك بقدر ما أستطيع، وستكون مع مصاصة الدماء هذه، وسأكون معك. وسأكون معك. نعم. شكرا لك، كنت أعلم دائما أنني يمكنني أن أعتمد عليك. ماذا أفعل هنا على أي حال؟ وما زلت بحاجة لملئ مذكراتي. ماذا؟ سيبدأ الدرس قريبا، هيا هيا بنا لنذهب إلى حبي. هيا هيا يا صديقي، علينا أن نذهب، لقد تأخرنا كثيرا. نعم، وإلى حبي أيضا. لنذهب إلى الصف، هيا. نعم، لن تتغيروا أبدا، بشكل أفضل من جبال الألب البدائية، تجد نفسك أنثى. مذكراتي. سيوزي، لماذا لا تكتشفين فيوليتا أكثر؟ ما بك؟ حسناً، من أين أبدأ؟ على سبيل المثال، ماذا تحبين فيوليتا؟ أحب الكثير شرب الدم والصيد، تنوي من الناس والتلاعب، وأيضاً مهاجمة الناس في الأماكن العامة. سيوزي، ما بك؟ مجرد مزاح، صدقتي ذلك؟ تحب أن تسخر من الجميع، لا تقلقي، فهي تمزح كثيراً أيضاً معي أنا، لا تقلقي. فهمت إذن، ماذا أفعل هنا؟ كيف يكون لك أصدقاء مثل مصاصي الدماء؟ أنا أكرههم جداً يا إلهي. أوه الفتيات، وأي نوع من الشبان كانوا في الصف؟ عادي بالنسبة لي، أوسكار الدودة السفلية. حسناً، ها هو بشكل عام ماكس، وهو أحمق، الأمر يستحق البحث. هو مايك، وسيم المدرسة، إنه وسيم فقط. هكذا إذن، لقد كان مايك هو من نظر إلي بغرابة شديدة. ما هذا؟ ربما أخفته أيضاً. لا تقلقي سيوزي، بالفعل ليست خائفة منك، مما يعني أنهم لا... نعم. طالما فيوليتا لا تشرب دمي سأرافقها إذن. أجل، كم أنا سعيدة سيوزي، شكرا على ثقتك بي. من دواعي سروري. ربما أجد حبيبا لي في هذه المدرسة، لأنه لم يكن لدي أبدا من قبل. بالطبع ستجدي، إلا أن مايك لي. حسناً، هل فهمتي؟ بالطبع يا صديقتي، لا تقلقي. لذلك دعونا نعود إلى المدرسة، سيبدأ الفصل قريباً، إذا تأخرنا السيدة صوفي لن تسامحنا أبداً. أنا قلقة، لأول مرة سأكون في المدرسة، أنا قلقة حقاً. لا تقلقي، كل شيء سيكون على ما يرام، تذكري أن الدرس بشع. إذن ما هو النظام الشمسي؟ هي هي مجموعة من الكواكب في الفضاء الخارجي. نعم إنها كذلك. كم هو مثير للاهتمام أنني طالبة حقيقية. لا أستطيع سماع المعلم، أخفضي صوتك. بالطبع أنا آسفة، أنا لا أزعجك، أدرس.
يا أخي لقد عرفت كيف سأطردها. نعم سوف أطردها. لدي فكرة واحدة جيدة، سترى الآن. ماذا أفعل؟ أنا أقوم بتدريس درس لمصاص دماء حقيقي. نعم هذا لا يمكن أن أتصور. أتمنى أن تأتي الاستراحة بسرعة. نعم تأكدوا من قيامكم بأداء واجباتكم ويمكنكم أن تكونوا الآن أحراراً. هيا فيوليتا ماذا سنفعل الآن؟ أتريدين أن أريك المدرسة الجميلة أم ماذا؟ فيوليتا صحيح؟ نعم فيوليتا أنت تبدين جميلة جدا، هل تمانعين إذا دعوتك إلى النزهة أم ماذا؟ هل توافقين على ذلك؟ ماذا؟ أوه الآن أصبح هذا مثيرا. بالطبع لا أمانع أبدا. سعيد جدا لأنك قبلت بهذا، هيا بنا لنذهب لأريك مكاني. هل أنت جاهزة لهذا؟ هاي فيوليتا أين ذهبتِ؟ لقد حذرتها أن مايك لي أنا. هذا حظ سيء، كم هو محزن، لكن من الجيد أن يكون هناك رجل مثلي في مثل هذه المواقف. نعم ماكس دعني وشأني ابتعد. ابتعد عني أيها المراهق، هيا ابتعد عني. ما بك يا صديقتي، اهدئي قليلا. نعم لقد شعرت بالحماس، فمن الطبيعي أن نتعرف ونصبح أصدقاء. أنا آسفة. بالطبع يمكنهم فقط المشي والتحدث، ومن الأفضل أن نذهب إلى غرفتنا وننتظرها هناك. إما توقفي، لم أنجح هذه المرة أيضا على هذا الحظ السيء. لأنك تشبه المجرمين، ألم تفكر في هذا؟ أنت تشبههم حقا. نظاراتك تمنعك، هل يمكنني مساعدتك في هذا؟ لا لا لقد كنت أمزح فقط، إنها مزحة. ذاهب وأراهن ستكون لي وسوف أخذها. نعم سوف أخذها. نعم أيها الأولاد قفوا ودعونا نذهب إلى مكتبي. لماذا؟ من الملح جدا أن أتحدث إليكما أنتما الاثنان. هيا. هي فيوليتا هذا هو المكان الذي أردت أن أريك إياه، هل هو جميل؟ لماذا أحضرتني إلى هذا المتجر باهظ الثمن؟ أود أن أقدم قبولك في مدرستنا وأن أسعدك أيضا يا عزيزتي، علينا أن نشتري شيئا ما. حقا؟ حسنا أنت لا تعرفني حتى وعلى أي حال. فيوليتا لا تفكري في ذلك أبدا، اختاري ما تريدين من هذا المتجر وسأشتريه لك بالتأكيد. إن كنت تصر على هذا. يا لها من جميلة، سأحصل عليها وستكون لي بالتأكيد، لن أفرط بها أبدا. اسمع أنا حقا أحب هذا الزي، أيمكنني أن أرتديه؟ نعم بالطبع، ثم اذهبي وجربيه. أنا واثق من أن كل ما ترتديه في هذا المتجر سيبدو رائعا عليك كثيرا، لأنك جميلة جدا يا عزيزتي. أنت تعرف كيفية مجاملة الفتيات. حسنا نعم أنا وسيم المدرسة. غريب، شخص ما يتصل بي. مرحبا. مرحبا مايك، أنا إيما، ماذا تفعل الآن؟ لديك خطط للمساء كنت أفكر فيه. إيما لدي بالفعل خطط للمساء، سامحيني ولكن لا تشتتي انتباهي أبدا، أنا مشغول الآن. نعم نعم آسفة، ربما غدا، أراك لاحقا. يا لها من دبقة، أنا لا أتحملها أبدا. فيوليتا أين أنت؟ سأخرج الآن. حسناً أخبرني هل يناسبني؟ واو هذا رائع حقاً، ليس لدي كلمات لأوصفه. أنا حقاً سعيدة جداً، وستشتري لي كل هذا حقاً؟ أخبرني بذلك. نعم بالتأكيد يا عزيزتي، أتريدين أن أشتري شيئاً آخراً لك؟ أخبريني فقط أنا جاهز. لأكون صادقة ربما أرغب في شراء شيء آخر لأفضل صديقة لي. نعم بالطبع كل ما تريديه، اختاري كل ما تريديه حقا وأنا سأشتري. شكرا لك كم أنت لطيف. ما رأيك بهذا؟ السيدة صوفي ماذا تريدين؟ لدي خطط. نعم وبالمناسبة مضطر للدراسة من أجل اختبارك أيضا. أصمتا أنتما الاثنان، سأسألكما مباشرة عن رأيكما في مصاصة الدماء فيوليتا. فيوليتا ليست من النوع المفضل لدي، فأنا أحب الفتيات الصغيرات اللطيفات مثل إيما. نعم إيما. نعم ماكس فهمتك. وأنت يا أوسكار ما رأيك بها؟ وأنا لا أستطيع تقبل هذه الفكرة، هذا غير علمي، وبشكل عام لن أقبل بهذا الشيء أبدا. أنا
أفهم، أنا أفهم، يمكنك التوقف. سأقولها بشكل مباشر يا شوبان، يجب أن نتخلص من فيوليتا من مدرستنا نهائيا. ماذا؟ نحن؟ لماذا بحق السماء يجب أن نفعل هذا؟ أليس من السهل عليك إخراجها من المدرسة؟ أنت مدرسة. نعم. لا لا أستطيع، أنا أخاف حتى من مصاصي الدماء هؤلاء، وعندما أراهم يكتشفوا جسدي كله هكذا. انظروا إلي. أنت خائفة بشدة من مصاصي الدماء؟ ماكس كفى، هذا غير مضحك يا صديقي. اضحك. حسناً كلاكما توقفا، أنا شخص مثلكما ولدي مخاوف الخاصة لدي. حسناً؟ كيف تقترحين هذا؟ نحن بشر وهي مصاصة دماء مخيفة، إنها مخيفة جداً. لا أعلم أبداً، لكن يجب أن تطردوها من مدرستنا بأي ثمن كان. ماذا سنحصل بالنسبة لنا يا سيدة صوفي؟ فنحن لسنا أشخاصاً عادية. هكذا تتكلم إذن؟ حسناً حسناً، إذا طردتها سأعطيك أعلى الدرجات في جميع المواد، تخيل هذا. هل هذا حقاً؟ في المدرسة يجب أن نتعلم كيفية اكتساب المعرفة بأنفسنا، أليس صحيح هذا؟ لا تقولي أكثر، لنفعل كل شيء على أكمل وجه، حتى أنني سأبيع والدتي مقابل دراجات، وأنت يا أخي. رائع جداً، أنتظركم هنا في مكتبي بأخبار جيدة للغاية. حسناً؟ بالطبع بالطبع، سنأتي بأخبار جيدة، لنذهب يا أخي هيا. حاملوا أن تفعل ذلك، وإلا سأضطر إلى الاتصال بهم هم. لا حسناً، كما سمعت لديه بالفعل بعض الخطط. لماذا هو بارد جداً تجاهي؟ توقفي عن البكاء يا إيما، الآن سوف يذوب كل المسكرة. هل أنا مملة له أم ماذا؟ مهتم بمعرفة سبب انشغاله بماذا هو مشغول. حسناً نعم، هذا غريب حقاً، لقد كان يحاول معك منذ الصف الأول. بالمناسبة لماذا لم تبدأي بمواعدته مبكراً؟ حسناً، أنا فتاة كنت بحاجة إلى الانهيار قليلاً لإظهار أنه لا يمكن الوصول إلى. وأظهرت هذا. حسناً أحسنت، يمكنك الجلوس وتستحقين البكاء. سيوزي. ماذا أفعل يا إلهي؟ يا بنات أنا هنا. إيما لماذا أنت تبكين؟ فيوليتا من أين حصلت على هذا الجيء الجميل؟ واو إنه رائع جدا، يناسبك حقا ويبدو مختلفا. شكرا لكم. نعم هذا كل ما أعطاني إياه مايك، فهو محبوب للغاية. مايك؟ نعم نعم، وأنا أيضا جلبت لكم هدايا. سيوزي هذه لك. يا إلهي لقد حلمت بهذا جدا. حسناً أنت رائعة فيوليتا. على الرحب والسعة. بالنسبة لي أنا. سيوزي نحن أصدقاء، وهذا لم تتم مناقشته حتى. أنا أيضاً أفضل صديقة لك. بالمناسبة أين هي هديتي؟ أنت أيضاً صديقة، لكن لم يتبقى لك هدايا. آسفة إيما، في المرة القادمة نعتقد. فيوليتا. حسناً سيوزي، أقترح أن نذهب للمقهى لقضاء وقت ممتع، ما رأيك؟ بالطبع يا صديقتي، أنا خلف أي باب. لنذهب، دعونا نذهب إلى المقهى. إيما نريد أن نذهب نحن الاثنان فقط دون أي إساءة. بالطبع، ولكني أريد التعرف على سيوزي بشكل أفضل. حسناً. حسناً، إذا كان الأمر كذلك فبالطبع. اذهبوا يا فتيات، سأجلس هنا أنتظركم وأحزن. هذا رائع، لنذهب سيوزي، سنستمتع حقاً. هذا رائع. حسناً، ما الخطأ الذي حدث؟ ما الخطأ الذي فعلته أنا؟ ماكس، لن أفعل هذا أبداً، ليس عليك حتى أقنعي. لم أقصد ذلك، فقط افعل ذلك وإلا سوف أقتلك أيها الحقير. هذا غير صحيح، سأتصل بالشرطة أو أجري معك نقاشاً نفسي للمعالجة، أنت بحاجة لهذا الشيء بالتأكيد. تكلم، افعل ما تريد، سنفعلها معاً، هذا لم تتم مناقشته. مايك، ماذا بك؟ قل لي. يا رفاق أنا سعيد حقا، هذا أفضل يوم في حياتي، وكأنني ولدت من جديد. وما الذي حدث معك؟ لماذا أنت سعيد هكذا؟ هل حصلت على جائزة نوبل أم ماذا؟ ماذا؟ لا كنت في موعد مع فيوليتا، لقد كان مذهلا جدا، ولا أستطيع حتى أن أخبركم كم كنت سعيد. لقد كنت سعيدا جدا يا رفاق، ألم تسعدوا من أجلي أم ماذا؟ لقد جن بفيوليتا هذه. حسنا، السقف ورأسك مزحة. مزحة سيئة، لكنني أفهمك.
لماذا تعاملوني هكذا يا رفاقي؟ ماذا لستم سعيدون من أجلي؟ أنا أكثر سعادة من أي وقت مضى. هذا بالطبع كله عظيم، هذه كلها شباك، والي حب، سحاب، جزر، قلوب، لكن لدينا أخبار جديدة. نعم نعم هذا صحيح. أي خبر يمكن أن يكون أفضل من هذا؟ لا يوجد بالتأكيد. تكلمنا مع السيدة صوفي، ولكن كيف أريد أن أخبرك بهذا كي لا تنزعج؟ لم تأتي بالمختصر، السيدة صوفي أخبرتنا أن نقوم بطرد هذه مصاصة الدماء فيوليتا، ستضع لنا على الدرجات يا أخي. نعم نعم هذا صحيح، ستضع لنا أعلى شيء. نعم هذا صحيح. نعم ماذا قلت للتو؟ هيا عدها. أصم وغبي تماما، أقول إذا طردنا فيوليتا هذه فقد لا ندرس بعد الآن. نعم نعم لا ندرس أبدا. أعتقد أنه علينا أن نهرب في الحال. ماذا؟ أيها الفتى لا تتدخل، أخي أنت في الموضوع. أخي أنتما الاثنان لن أسمح لكما بطرد حبيبتي فيوليتا، هل تفهمان هذا أم ماذا؟ أخي ما بك؟ قل لي اهدأ، لا أريد ضربك، اهدأ اهدأ. سأريك أيها الخائن، عليك أن ترى غضبي. ليساعدني أحد، لن أستطيع إيقافهم بنفسي. هيا ساعدوني، هيا أين أنتم؟ هل جننت؟ ستتخلى عن صديقك من أجل فتاة تعرفها أقل من يوم؟ ما بك؟ قل لي هيا. الأفضل أن لا يكون لدي صديق مثلك. خائن أنت، خائن. هكذا إذن تماسك، سأريك. يا أمي ماذا أفعل؟ ماذا يجب علي القيام به لأوقفهم الآن؟ دعني أيها الوحش. الوحش سينيك الآن. نعم خذ هذه. ظهري يؤلمني. ماكس أعتقد أنه الوقت قد حان بالنسبة لنا لكي نهرب. لا أعلم ماذا سأسمي هذا الشيء الذي فعلته. لا لم ننتهي بعد، سأفعل كل شيء من أجل فيوليتا، هل فهمتم هذا؟ حسنا إنه مجنون حقا، فلنخرج من هنا يا أوسكار. هيا. أنا لا أحتاجكم، أنا أحتاجها لأنها ملكي كما تسمعون، إنها كل شيء بالنسبة لي، هل فهمتم هذا أم ماذا؟ أنا لا أعرفه، إنه مهووس بفيوليتا. حتى الكهرباء انقطعت. حسنا لنذهب ونجد فيوليتا ونتعامل معها. هيا بنا، هيا. نعم دعوني أخرج، أخرجوني، دعوني. فيوليتا لم أعتقد حتى أنك رائعة جدا، كم هو جيد أن نصبح أنا وأنت أصدقاء. نحن لم نعرف بعضنا جيدا سيوزي، أنت صديقتي المفضلة. وماذا عن إيما؟ إنها صديقتك المفضلة، أنتن تعرفن بعضكن قبل المدرسة. نعم صديقتي بالتأكيد، أتفهمين فقط أنها ليست مثلك ومثلي، هي إنها مملة جدا. لا أعرف التحدث معها جيدا. هل تعتقدين ذلك؟ إنني لست الوحيدة التي أظن هذا. إيما حقا تزعجني بشدة. نعم تمشي كأنها متعاونة، هذا يفوق الحد، حقا إنه مزعج. نعم من الجيد أن إيما أتت بك إلى الصف، الآن لدي صديقة حقيقية وتفهمني أيضا. أنا أيضا سيوزي، ألم تفكر في أن تصبحي مصاصة دماء من قبل؟ أخبريني بهذا. أنا لا أعرف حتى مصاصي الدماء قبل مجيئك إلى مدرستنا هذه، ولم أكن أعتقد أنهم موجودون أصلا. هذا صحيح، ليس لدي صديقات مصاصات دماء في بعض الأحيان، أريد حقا التحدث إلى شخص مثلك. تريدي أن تدعوني لأصبح مصاصة دماء؟ لقد اكتشفتني. نعم أريد أن أعرض عليك أن تصبحي مصاصة دماء. بالطبع إنه اقتراح جدي، ولا أعرف حتى ما يجب أن أجيب عليه، هل لدي بعض الوقت للتفكير؟ سيوزي لا تخافي، يمكنك أن تكوني مصاصة دماء أفضل بكثير من الإنسان، ويمكن أن تتمتعي بالسرعة الفائقة والقوة الفائقة. أتعلمين أنا موافقة، ويجب أن أغير شيئا في حياتي. صديقتي أنا سعيدة جدا لأنه سيبدو مثل البعوض، هل أنت مستعدة؟ أخبريني عندما تكونين جاهزة سنفعلها. سأجهز نفسي الآن، انتظري. أنا جاهزة الآن. سيوزي أهلا بك في عالم مصاصي الدماء.
هذا فقط؟ وأنا الآن أصبحت مصاصة دماء، هل هذا فقط؟ يمكنك الانتظار قليلاً، التحول لا يحدث على الفور، والآن يمكننا أن نرتدي كمصاصات دماء حقيقيات. هيا، أنا موافقة. لنذهب. أعتقد بالفعل أنه كان من العبث إحضار فيوليتا إلى صفنا حتى لا تفشل. أيها الصبي، هل تسمع صوتاً وكأن السنجاب غاضب؟ ما بك؟ ماكس، أي نوع من العالم أنت؟ هل ضربك مايك في رأسك والآن أنت تتوهم أم لا؟ أستمع إلا الأصوات القادمة من تلك النافذة. نعم، إنها هناك. إنها إيما، لأول مرة أرى فتاة لطيفة وغاضبة هكذا. جميلتي إيما، من أزعجك؟ سأريه على الفور. نعم سأريه، نعم، لأكسر هذا أكثر. ماكس، أوسكار، ماذا تفعلان هنا؟ هل تتبعاني أم ماذا؟ لا حبيبتي إيما، لقد كنا نمر للتو وسمعناك. نعم، لما أنت غاضبة هكذا؟ هل حصل شيء؟ أنت تبكين؟ تبكي؟ من تجرأ على الإساءة إليك؟ أخبريني، سأريه أين يقضي جراد البحر الشتاء وأين تخفي جدتي الخيار عنك. جدتك والخيار؟ ما علاقة بالأمر؟ سوف تطير قبضة يدي عن عينك. نعم، أنا أتساءل فقط، ماذا بك؟ لماذا هكذا تقرأ؟ ما ابتعدي. حسناً، ادخل الآن. بسبب فيوليتا لقد خانتني، أنا متأكدة من أنها خانتني. لما قررت هكذا؟ اشرحي لنا. لأنها سرقت مني كل شيء، سرقت مني صديقتي سيوزي، وسرقت مني الرجل الذي أحبه، سرقت مني كل شيء. الرجل الذي يعجبك ليس أنا؟ ماكس ابتعد عني، ستوسخني، هيا ابتعد. إيما، ألا تريدون الانتقام منها أم ماذا؟ هيا أخبرينا بهذا. انتقام؟ ماذا تقصد أنت؟ السيدة صوفيا عرضت علينا عمل، أتريدين معرفة المزيد؟ قولي لي. إذا كان بإمكاني الانتقام منهم جميعاً بهذه الطريقة فأنا هنا. عظيم، فلنذهب إلى السيدة صوفي وسنخبرها بكل شيء هناك. أين هم؟ لقد استغرقوا وقتاً طويلاً جداً، لقد سئمت بالفعل من انتظارهم، لذا نحن أتينا. أخيراً، لم يمر حتى 100 عام. حسناً، هل طردتموها؟ من؟ عن ماذا تتكلمين؟ لا، لم نطردها بعد، لكننا سنخبرك الآن بما فعلناه بالفعل. نعم، لما لا تأتي بالمختصر؟ السيدة صوفي أخبرتنا أن قمنا بطرد هذه المصاصة الدماء فيوليتا. ستضع لنا على درجات يا أخي، سوف تضع لنا على درجات. ماكس، ماذا يا أخي؟ ماذا؟ ماذا؟ خذ. ظهري يؤلمني. حتى الكهرباء انقطعت. حسناً، لنذهب ونجد فيوليتا ونتعامل معها. نعم، السيدة صوفي عرضت علينا عمل، أتريدين معرفة المزيد؟ إذا كان بإمكاني الانتقام منهم جميعاً بهذه الطريقة فأنا هنا. عظيم، فلنذهب إلى السيدة صوفي ونخبرها بكل شيء هناك. بشكل عام كان الأمر كذلك، لذا عليك أن تعطيها تقييماً. إذن بالطبع أنتم لم تطردوها حتى من هنا أبداً. لقد كانت هذه خطتكم بجدية، أردتم فقط طرد فيوليتا. ما هي المشكلة؟ أنت لا تحبينها أيضاً. حسناً، هذا شيء آخر. السيدة صوفي، لما أنت لست سعيدة من البداية؟ كان عليك ألا تتقي بها، فنحن بشر وهي مصاصة دماء. لقد أعطيتكم الفرصة للتو. حسناً، لقد فاتكتهما تهانينا، ليس لديكم درجات جيدة الآن. السيدة صوفي، من فضلك فرصة أخرى، الآن انضمت إلينا إيما. نعم، انضمت إلينا. انضمام إيما لن يغير شيء، لذا لا أبداً، لقد ضيعتم فرصتكم أبداً، هذا صحيح. حسناً، وكيف تريدين طرد فيوليتا من المدرسة إذا كنت أنت نفسك خائفة منها؟ لدي دائماً خطة باء. بمن تتصل هي؟ لا يوجد فكرة. إيما، أي أفكار؟
مرحبا، نعم لقد اتصلت بك هذا الصباح، أحتاج إلى المساعدة. حسنا نعم، أنا في انتظارك. حسنا، في انتظارك غدا. السيدة صوفي، بمن اتصلتي؟ من سيساعدنا؟ هيا أخبريني بهذا. وإنهم أشخاص مميزون بالتأكيد، سوف يتعاملون مع فيوليتا، لا تقلقوا أبدا منها. لا، سنتعامل مع فيوليتا بأنفسنا ونحصل على جائزتنا على هيئة درجات، وليس هناك حاجة لأي أشخاص آخرين. وهذا يعني أنك لا تريد الاستماع إلي، لذلك سأتصل بجدتك إلى المدرسة. لا، ليس الجدة، لأن إذا أتت فإننا بالتأكيد لن نرى أي شيء. نعم، لن نرى أي خيار. نعم نعم. أي خيار؟ عن ماذا تتكلم؟ أنا لا أعرف نفسي. حسنا، يبدو أن جدته تخفي الخيار عنه، السبب لا أعلم، أنا آسف. لا أريد رؤيتكم بعد الآن، فلتعودوا إلى المنزل غدا حتى يتأكد الجميع من حضورهم إلى المدرسة. هيا وداعا. ماذا حدث هنا؟ وأين إما؟ لا يهمني أين هي إما، أشعر أن جسدي مملوء بقوة مصاصي الدماء. هذا رائع جدا، يا إلهي كم أنا سعيدة. أنا سعيدة جدا من أجلك يا صديقتي كما ترين، لكنك كنت خائفة، الأمر على العكس. فيوليتا اسمعي، بما أننا أنا وأنت مصاصي دماء، ألا تريدين أن تصبح الأساسية في مدرستنا؟ على الفور، أنا هنا فقط للمرة الأولى. فيوليتا فكري بالأمر، إما الفتاة الأكثر شعبية، ألا تنزعجين من هذا الشيء؟ إنها مزعجة. إذا فكرت في الأمر بهذه الطريقة فأنا أفضل منها بنسبة 100%. حسنا إذن، إذا فضحنا إما في المدرسة بأكملها فسنصبح أهم رؤساء في هذه المدرسة، ما رأيك؟ سيوزي بصراحة لا أعرف، إنها لا تزال صديقتي. حسنا، ليست الأفضل لكنها لا تزال صديقة على كل حال. أتفهمين؟ فيوليتا هل أنت تسمعين نفسك حتى؟ أي نوع من الأصدقاء لقد هي؟ لقد مررنا بالكثير معا، وقد دعمتني ومزحت معها بشكل عام، هناك الكثير من الذكريات معها، ماذا سأفعل؟ فيوليتا أنا لا أفهمك على الإطلاق، إنها تزعجك، أهي بالفعل صديقتك أم ماذا؟ أنا لا أفهم شيء. لا أعرف نفسي، ربما استيقظ نوع من الضمير خلال 1000 عام الماضية. فيوليتا أنا أتفهمك حقا، وبعد ذلك سوف نقرر شيئا، لأن هذا ليس طبيعيا. إنه مايك. مرحبا. نعم. الرجل يتصل. حسنا، بالطبع مايك أفضل صديقة. ماذا؟ ماذا هناك فيوليتا؟ مايك يقول أن ماكس وأوسكار ضربوه، هل تصدقين؟ ماذا؟ كيف يمكن هذا ممكنا؟ أفهم أن ماكس مراهق، ولكن أوسكار إنه غبي جدا. لا أعلم لماذا حدث هذا حتى؟ بسبب إما. لقد أخبرتك مسبقا. ولم يقولوا أي شيء آخر؟ يريدون طردي من المدرسة. حسنا حسنا حبيبي، نعم نلتقي غدا، إلى اللقاء. حسنا فيوليتا، هذا ما أردت إثباته، هذه هي صديقتك إما. نعم حسنا، نظرا لأنها تريد حقا اللعب وفقا لهذه القواعد فسنلعب. ماذا تفكرين يا صديقتي؟ هيا أخبريني. لقد قلت سوف نتخلص من إما ونصبح الأهم في المدرسة، هذا ما سنفعله. نعم، ويجب أن تستمعي لي على الفور. لكن يجب أن أرتدي شيئا أكثر روعة لكي إما بالتأكيد لم تكن هناك فرصة للفوز. أين السيدة صوفي؟ بدأ الدرس منذ دقيقتان ولم تأتي بعد، أين هي؟ ربما كانت خائفة وقالت بنفسها أنها تخاف من مصاصي الدماء، هذا الأمر وارد. لا يمكنها ترك طلابها، علاوة على ذلك أخبرتنا بالأمس أنها اتصلت لأشخاص مميزين هناك، ماذا حصل لها؟ بالطبع، طول الليل كنت أفكر في أي نوع من الأشخاص المميزين، هؤلاء ربما. بالفعل شرطي عادي. الشرطي هؤلاء هم الأشخاص العاديون وليس أشخاص مميزون. لقد سئمت بالفعل من الانتظار. حسنا، أين السيدة صوفي؟ حسنا حسنا، الفاشلون يظنون أن كل شيء جيد. فيوليتا. نعم هذه أنا، مرحبا يا صديقتي. حسنا، هل اشتقت لي؟ ما بها سيوزي يا أصدقاء، هيا أخبروني. ماذا بها؟ إنها قاسية بطبعها، كيف تغيرت؟
سيوزي؟ ماذا فعلت لها؟ ما أردته دوما أن أصبح أفضل منك. لقد أزعجتني طوال هذا الوقت أيتها الغبية. ماذا؟ فيوليتا لقد حولتني إلى مصاصة دماء، والآن أصبحت أفضل منك بمئة مليون مرة. أفهمت هذا أيتها الغبية؟ طول الليل كنت أفكر في أي نوع من الأشخاص المميزين هؤلاء. ربما ماكس؟ ماكس، هل علي أن أضربك ونعيد الشجار الذي حصل في الغرفة؟ هيا أخبرني. لا تكلمي إما هكذا، حتى لو أصبحت مصاصة دماء لم أسمح لك. نعم لم أسمح، لن يتكرر هذا أبدا. قتال من جديد؟ أين هي السيدة صوفي؟ أين هي؟ أعلم أنكم تريدون أن تطردوني من المدرسة، أحذركم لن تنجحوا في هذا أبداً أبداً. فيوليتا لماذا تفعلي هذا؟ لقد كنت صديقتي المفضلة، لقد أحضرتك إلى هذه المدرسة، ماذا تفعلي؟ لماذا؟ لقد فعلت ذلك، إنه أمر مثير للاهتمام، ببساطة لأنني لم أعد صديقته. ماذا؟ لطيفة، جميع الشبان يركضون وراءك الجمال. أردت أن أخذ كل شيء منك ونجحت، واليوم سنعرف من سيفوز في هذه المعركة. أنت هكذا فيوليتا، أنت منافقة حقا يا فيوليتا. سميني ما شئت، ولكنكم الآن أصبحتم خاسرين، ونحن نخبة هذه المدرسة حقا. وماذا نفعل يا رفاق؟ لا أعرف يا أخي، يمكنني التعامل معهم، لكن من الأفضل الانتظار السيدة صوفي. لا ماكس، لا حاجة لفعل أي شيء. أين السيدة صوفي؟ سامحوني يا أطفال، إن الأمر استغرق وقتا طويلا جدا، وقد ضاع ضيوفنا. من هم إلا بشر مقرفون إضافيون؟ كل ما تتوصلين إليه لن ينجح أبداً. حبيبتي فيوليتا سوف تريكم كل شيء، هل فهمتم؟ لا أعتقد أبداً، لأن ضيوفي أرادوا حقاً مقابلة فيوليتا. ومن هم؟ من هم؟ هيا، لا أعلم من يكونون هم، لا أعلم، هذا حقيقي. ماذا تعنين أيتها المعلمة؟ ادخلوا من فضلكم إلى هنا. وأين هي نفس فيوليتا مصاصة الدماء التي خدعت الجميع؟ صياد مصاصي الدماء؟ صياد مصاصي الدماء؟ هل هؤلاء الأشخاص المميزين؟ أحسنت يا سيدة صوفي. لقد سمعت ذلك من جدة ما، جيداً أتذكره. إنها الأولى والثانية هناك، أترى؟ نعم إنني أراها. أيتها مصاصات الدماء تعالوا معنا، سنقدم محادثة علاجية. لن أذهب إلى أي مكان، لا تلمسني. لن تأخذ صديقتي في أنني لن أسمح بذلك أبدا، هل فهمتم؟ أنتم الآن تتعاملون مع اثنين من مصاصي الدماء. يا لهم من أولاد، هيا أخرج. لحظة. هاها، يتم تقديم العشاء. لكن عادة لن يفعل ثوم أي شيء لنا، فهو أمر مثير للإشمئزاز. أتعتقدين هذا؟ لكنه ليس ثوماً عادي. كيف هذا؟ ثوم الجدة أنينة، نعم. وهذا يعني أن هذا الثوم نما على الماء المقدس وحول الفضاء، نعم. لا تقتربوا مني، مايك احمي ظهري. نعم الآن هيا. لا، قف وشاهد. لا لا، أحلام سعيدة مصاصة الدماء. لا فيوليتا حبيبتي، لا. أوه، أشعر بتحسن الآن، شكرا جزيلا لكم. لا مشكلة، اتصلوا إذا ظهروا مصاصو الدماء. سنأخذهم، هيا هيا بنا. هيا هيا هيا. انتظر، ماذا سيحدث لسيوزي؟ لقد تحولت لمصاصة دماء بعدما كانت بشرية. لا تقلق، سوف نعالجها وستصبح شخصاً عادياً، نعم. هيا هيا، كم أنت ثقيلة. أين حبيبتي؟ ماذا فعلتم بها؟ اهدأ، لقد رحلوا بالفعل، نعم. أكرهكم كثيراً، حرمتموني من حبي الوحيد. ما توقف. بتكلك إيما. آمنون. شكرا لك ماكس، لم ألاحظ من قبل كم أنت شخص طيب. حسنا، نعم أنا كذلك. ولكن برأيي أنت بشع جدا. ابقى صامتا. حسنا يا أولاد، من الجيد أننا انتهينا، حان وقت المذاكرة الآن. الاختبار.
حسنا، لقد تخلصنا من مصاصي الدماء. أنا من تخلص منهم وليس أنتم. الاتفاق كان أن تتخلصون أنتم. كفى كلاما، لنبدأ الاختبار. هيا بنا اجلسوا. لا. لماذا تنظر إلي هكذا؟ أنا أحب الدراسة يعني كثيرا. دعني أتنقل. هيا دعني شوية. دعني حسنا، ربما غدا أيها الطلاب الجميلون جدا. هيا ابتعدي عن طريقي أيتها الفاشلة. مرحبا صديقتي. هذا يكفي، لقد سئمت من هذا. ليلى، لكن أنت، يا إلهي، هل جننت أنت؟ ما الذي فعلتيه؟ أوبس، لقد أخطأت الهدف. لما تقفان هكذا؟ إلحقا بها. كيف أخطأت ورميتها عليها؟ انظري أمامك جيدا، يبدو لدى أحدهم مشاكل. لنرى الأمر. تظنين أنه يمكنك الاختباء؟ ما الأمر؟ ركضت كثيرا. أنا هنا، وجدتماني. ربما سنتناقش في كل شيء. ألا يبدو أنه ليس عدلا اثنان على واحد؟ ماذا فعلت لكما؟ من أنت وما شأنك؟ هيا اذهبي من هنا. أم أنك تريدين المشاكل؟ مايك، تصرف معها في الحال. بريتني، سأتصرف معها. هي، إلى أين أيها الجبان؟ سوف نلتقي مجددا. رائع، يا لك من قوية. شكرا لك. لا تشكريني. أنت قمت بإنقاذي للتو. بالمناسبة أنا اسمي ليلى، وأنت ما اسمك؟ اسمعي، لقد ساعدتك وانتهى، لذا رجاء دعينا ننهي الأمر. هي، انتظري، لقد عرفتك. أنت دائما تجلسين في الشارع وتشحدين، أليس كذلك؟ أنا آسفة إن قمت بإزعاجك. يبدو أنك تظنين أننا أصبحنا صديقات، لكن لا. بلى، يمكننا أن نكون صديقات. ليست فكرة جيدة. ولكن لماذا؟ أم أنك مثل زملائي تنظرين إلي باستصغار وتعتقدين أنني حمقاء وفاشلة؟ اسمعي، لا يهمني من أنت وماذا تقولين، الصحبة معي أمر سيء. أنا لا أفهم، لماذا؟ انظري إلي، ألا تلاحظين شيء؟ لا، ماذا سألاحظ؟ كيف فتاة صغيرة مثلي تغلبت على الاثنين؟ ألا يبدو هذا الأمر غريب؟ لا، ربما أنت تتمرنين جيدا. ما كان اسمك ليلى؟ أنا مصاصة دماء. يمكنك الهرب والصراخ. بالطبع لا. ماذا الآن؟ ألا تخافين بأنني مصاصة دماء؟ قد أشرب من دمك، الجميع يخاف من أمثالي. أنا أظن لو أنك أردت ذلك كنت ستفعلينها. حسنا، كم أنت غريبة. اسمعي، أنا لدي فكرة. مهلا، لما أتيتما بهذه السرعة؟ أخبراني أين هي هذه الفاشلة. نعم، نحن تقريبا أمسكنا بها. هذا صحيح، لكن تم إيقافنا. من الذي أوقفكما؟ كانت هناك فتاة. خمسة، لا بل 10 ملاكمين أوقفونا ونحن نحاول إمساكها، لكنني قاتلتهم بكل قوتي وتغلبت عليهم، ولكن نعم، لقد كانوا يفوقوننا عددا. مايك، أنت قوي جدا. نعم، لو كانوا أقل كنت لأقضي عليهم. نعم نعم. من هم الملاكمين؟ اسمعي، لقد فهمت جيدا منذ البداية أنك فتاة غريبة، لكن ما قلته لي. ما الذي لم يعجبك بالأمر؟ ليس لديك أي عائلة ولا حتى منزل، لكن إن أصبحنا أختان ستحصلين على هذا. أتفهمين حتى ما الذي تقومين باقتراحه؟ نعم، والداي سيقومون بتبنيك وستعيشين كالأميرات وسوف تساعديني بكل شيء. كل ما يجب علي فعله هو أن أحميك من زملائك في المدرسة، وماذا غير ذلك؟ نعم، وتساعديني أيضا لكي أصبح مثلك. وبالمقابل سوف أصبح أختا لك وأعيش في منزلك كالأميرات. فهمت الأمر بشكل صحيح. في الواقع إنها فكرة مجنونة، لكن يمكننا أن نجرب. هذا رائع، تعالي لنخبر والداي بالأمر. سام، ما الذي يحصل هنا؟ أنا لم أفهم. ماذا هناك يا حبيبتي؟ أنا قررت أن أذهب للتسوق في العطلة كما تعلم. لقد وجدت فستاناً رائعاً جداً، وأيضاً عليه حسم رائع. حسناً أماندا، ادخلي في صلب الموضوع. لما لا يوجد رصيد كافي في بطاقتي المصرفية؟ حبيبتي، أنا لم أقبض راتبي بعد. إذن متى ستفعل يا سام؟ قريباً. لا أستطيع أن أنتظر بعد الآن.
حبيبتي من فضلك اصبري قليلا. حسنا، كل هذا فقط لأنني أحبك. وأنا أيضا يا عزيزتي. ابنتي ليلى، هل حصل شيء ما؟ أبي أنت لن تتخيل ماذا رأيت، وأنت أيضا. سررت برؤيتك هنا ليلى. في طريق عودتي رأيت فتاة مشردة بلا منزل ولا عائلة، أتتخيل؟ ابنتي هذا يحدث عادة، لكن لا يمكنك أن تقلقي هكذا. إنها فتاة جيدة ومسكينة، أنا لا أفهم لما لا يوجد عدالة إطلاقا في هذا العالم. أنا لا أهتم بالمشردين وكيف هي أحوالهم. هذا ليس غريبا، أتحبين أحدا غير نفسك؟ نعم أحب سام لدرجة كبيرة. أها، وماله أيضا. إذن يا أبي لا يوجد مكان لتعيش فيه سوى الشارع. نعم يا لها من فتاة مسكينة. إذن ما رأيك؟ أيمكنك أن تسمح لها العيش معنا في المنزل؟ في الواقع لا أعلم، لكن بما أنك تشفقين عليها إذن نعم. شكرا يا أبي. إما تعالي. حسنا سأعرفك عليهما، هذا هو أبي سام وهذه زوجته أماندا. ليلى من تكون هذه؟ أبي لقد أخبرتك عنها للتو، إنها مشردة. ولما هي الآن في منزلنا؟ لقد قلت بنفسك أنك تسمح لها بالعيش معنا في المنزل. طوال حياتي أحلم بامتلاك أخت. حسنا لقد جهزت بالفعل جميع الوثائق من أجل أن نتبناها. والآن وقع هنا وهنا. حسنا أحبك يا أبي. سام ما الذي فعلته؟ أنا بنفسي لا أفهم. لما قمت بتبني تلك الفتاة؟ لم ألحق التفكير بالأمر حتى. نحن بحاجة للمزيد من المال الآن بسبب ما فعلته للتو. لو أن أحدهم صرف مالا أقل. مهلا ماذا قلت؟ لا شيء. لا أريد رؤيتها هنا في المساء. يبدو لي أنه يجب أن أكون ممثلة. أنت فظيعة حقا يا ليلى. نعم أنا أعلم، هذه موهبة كما تعلمين. ما خطبك؟ أنا مصاصة دماء وأشعة الشمس. لقد فهمت الأمر، لكن كنا في الخارج للتو. الواقي الشمسي ليس فعالا دائما. إليك هذا، غدا سنذهب معا إلى المدرسة وسوف نرى هاتان الوقحتان. إلى المدرسة مجددا؟ ماذا تقصدين بمجددا؟ ليلى أنا تخرجت من المدرسة منذ زمن. حقا؟ لم أعلم هذا، فأنت لا يبدو عليك الأمر إطلاقا. عليك التأقلم، أنت لا تعرفين شيئا عن مصاصي الدماء. إن أختي المتبنى مصاصة الدماء. تايلر لما أنت هنا؟ ليلى هل كل شيء بخير؟ أين هم الملاكمون؟ تايلر عن ماذا تتحدث؟ حسنا بريتني ومايك ركضا وراءك وأخبرونا أن الملاكمين منعوهم من الاقتراب منك. هل سمعتي؟ مع من تتكلمين؟ هل أحدا من الملاكمين هنا؟ أخبريني. تايلر هدئ من روعك، إنها إما وهي أختي. لكن مهلا ألديك أخت؟ نعم هذا صحيح، الآن يا تايلر أصبح لدي. توقفي ما رأيك ألا تريدين الخروج للتنزه اليوم مساء معي؟ لا يا تايلر لدي أعمال لأقوم بها. من يكون هذا؟ لا يهم، زميل في المدرسة. هل دعاك إلى موعد؟ ربما. حسناً لا أعلم ماذا أفعل كي لا يستمر بالملاحقة بهذا الشكل المزعج. ولكن ما المشكلة؟ ألا يعجبك؟ لا في الحقيقة يعجبني شاب آخر مثل بقية الفتيات، لكنه لا يلاحظني على الإطلاق. هل أخمن أنه ذلك الشاب الذي جرى وراءك؟ نعم مايك، أليس وسيماً؟ حسناً بصراحة لا يهمني هذا. كما لا أهمه أنا. حسناً ليس عليك بمشاكل هذا. الآن أنا سأخلد للنوم بهذا الوقت؟ هذا لأنني لا أنام في الليل. وأخيراً هذا سيكون أول يوم في المدرسة حيث لا أحد سيتنمر علي. أوه انظروا من أتى في هذا الوقت المبكر، الآن لا أحد سيقوم بإنقاذك أيتها الفاشلة. ماذا تفعل هذه هنا؟ بريتني يجب أن نذهب الآن. أهناك أي مشكلة يا سيوزي؟ سيكون لديك الآن مشاكل بحالها أيتها الطفلة. بريتني مايك يبدو أنه هناك خطب ما بأصدقائك. لم ننتهي بعد، سوف أراك لاحقا. أرأيتي؟ لقد خافوا منك وهربوا على الفور. هل أنا قبيحة لهذه الدرجة؟ بالطبع لا أنت. حسنا لا تتوتري، لقد تأقلمت أن الجميع يخاف مني. مرحبا ليلى. مرحبا تايلر. هذه أختك الجديدة، أنا تايلر. إما ليلى لقد اشتريت تذكرتان إلى السينما لنذهب مساء. تايلر هذا المساء أنا مشغولة، آسفة. لنذهب يا إما.
أنا لا أفهم لما أتت بها إلى هنا. لا أعلم ماذا سنفعل بشأن هذا الآن. حسناً مايكل، لا داعي للقلق، سوف نتصرف كأننا لا نعرفها. وماذا إن فعلت بنا شيئاً؟ نحن بالتأكيد لن نقوم بإزعاجها. ماذا تفعل؟ عندما أتوتر آكل كثيراً. ماذا كنت ستقولين؟ بماذا سأفكر؟ بماذا سأفكر؟ أنتما الاثنان، هل أنتما طبيعيان؟ نعم سيوزي، نحن بخير. ماذا هناك؟ إلى أين ذهبتما فجأة؟ ظننت أنكما آسفان، نحن فكرنا بهذا. ماذا؟ بماذا فكرتما؟ أنا فتاة لطيفة وحساسة، هل يجب علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ آسفاني سيوزي، دعينا نتدبر أمرها، لا تقلقي بشأنها بعد الآن. هذا لا يكفي، أنا أريد أن أرى هذا بنفسي. ماذا تريدين أن تري؟ نحن سنتدبر أمرها بأنفسنا. أنا أجلس هنا يا إما، وأنت يمكنك الجلوس هنا. هل جننت أم ماذا؟ ألا تعلمين أن هذا مقعد؟ والآن تغير كل شيء وسيكون مقعد أختي، أفهمت؟ هل أنا أتوهم أم أنك الآن أصبحت شجاعة بما يكفي لمواجهتي؟ يمكنني أن أكرر إن كنت لم تسمعي جيدا. حسنا أيتها الطفلة، أنت جنيت على نفسك. بريتني، مايك. نحن أتريدان قول شيء؟ أسمعكما جيدا. نحن نريد أن نقول أن صديقتنا سيوزي تجلس هناك، جدي لك مكانا آخر. اجلسي هنا مثلا، سترتاحين هنا. ولكنها تريد الجلوس هنا، صحيح يا إما؟ نعم. لا أفهم شيء، لما تقفان هكذا؟ إلى أين تدنى مستواك يا إما؟ حسناً، لكن لديك دافع الآن وعائلة جديدة. ماذا؟ على ما يبدو أن هذه الحلوى لا تحبك. سيوزي هل أنت بخير؟ دعوني وشأني، هيا تحملا هذا، ستعرفان كيف تتنمرا علي. إما، لقد كان ما فعلته رائعا، كيف فعلت ذلك؟ أنا متأكدة أن هذه الحلوى كانت أمام وجهي مباشرة. في الواقع أنا لدي أسرار كثيرة يا ليلى. أخبرني يا عزيزي، هل حللت تلك المشكلة؟ عن أي مشكلة تتحدثين؟ عن ابنتك المتبنات يا سام. لا، هم لم يعدن من المدرسة بعد. سام، فلتنهي هذا الموضوع سريعا، أفهم؟ ولكن كيف سأخبر ليلى؟ أنت تعلمين أنني أحبها كثيرا. وأنا أيضا لا تحبني يا سام. وأحبك أيضا، لكن كيف علي إخبارها بهذا؟ إما أن تتخلص منها مباشرة أو أنا سأفكر في حل يا سام. حسنا يا عزيزتي. هل ستكون منزعجة بسبب تصرفنا؟ أظن نعم. إذن ماذا سنفعل؟ لا أعلم. لنذهب إليها. فلتغادرا، اذهبا من هنا. سيوزي، أتريدين أن أطلب لك شيئا سكريا أو مشروبا حلوا؟ شكرا، لا أريد حلوى. لما كنتما تقفان هكذا؟ أخبراني، لما تركتما تلك الغبية تهينني؟ ماذا كنا لنفعل بشأنها؟ أنا لا أفهم لماذا تلوميننا الآن. أنت أردت التصرف وأخطأت الهدف. كان يجب أن تتخلصا منها بدلا من أن تقفا وتشاهدان كيف يضحكان. كان الأمر سريعا، لذا لم نفهم منذ البداية. نعم، ولم نتوقع حتى أن تفعل شيئا كهذا. أنت من رميت الحلوى على نفسك. أنا لم أود رمي شيئا على نفسي، هل جننتما؟ نحن فقط رأينا كيف أنت. يبدو لي أنكما ضعيفان وتخافان منها. من؟ نحن نخاف منها؟ سيوزي، لما سنكون خائفان من هذه الفاشلة؟ نحن فقط نضيع وقتنا عليها. مايك، أنت قوي جدا. نعم. ووسيم جدا. نعم. لذا افعلها من أجلي. حسنا سيوزي، فقط من أجلك. لنذهب بريتني. كان هذا أسعد يوم في حياتي يا إما. يا فتيات، حقا أنا لم أكن سعيدة هكذا من قبل. ابنتي، أيمكننا التحدث؟ بالتأكيد يا أبي، وأنا أيضا أود أن أخبرك حول شيء. إذن أخبريني أنت أولا. أتذكر عندما أخبرتك عن الزملاء الذين دائما ما يزعجونني في الفصل؟ بالمختصر اليوم إما. ابنتي توقفي، أنا وأماندا تناقشنا بشأن الأمر وقررنا أن إما لا يمكنها البقاء هنا. لماذا قرر هذا؟ نعم، ماذا حدث؟ حسنا، لقد قررنا هذا، أنا آسف. هل قررت بنفسك؟ أم زوجتك تلك هي السبب؟
ليست تلك، اسمها أماندا، وكلانا قررنا ذلك. أنا لا أصدقك إطلاقاً، وأظن أن ذلك القرار كان فكرتها. آسف يا ابنتي، لكن لا أستطيع فعل شيء، هي تقوم بالضغط علي. اتركها إذن، كم مرة يجب علي أن أعيد لك أنها جشعة وتريد مالك فقط؟ ليلى، هذا يكفي، أنا وهي نحب بعضنا. إنها تحب مالك ولا تحبك. لا أعرف الكثير عن عائلتكم، لكنني أفهم الناس، وهي لا تعجبني أبداً، ويبدو عليها أنها جشعة حقاً. حسناً إما، على ما يبدو عليك الذهاب وتركي. كم أردت أن يكون لي أختاً، كيف يمكنني أن أعيش بدونك؟ حسناً لا تبكي، سأسمح لها بالبقاء. يا لك من ممثلة. نعم قلت لك إنها موهبة. توقف، هل تفكر بما تقوله قبل التحدث؟ عن ماذا تتحدثين بريتن؟ أخبرني ماذا تريد أن تفعل. كنت على وشك ذهابي لشراء بعض النقانق. إذن أخبرني يا مايك، لما وعدت سيوزي أنك ستتولى أمر الفتاتين؟ ماذا كان يمكنني إخبارها يا بريتني؟ سيوزي تظن أنني قوي جدا ورائع. الآن يجب أن نفكر في أي مستشفى يجب أن نتصل. اهدئي قليلا يا بريتني، لما علينا أن نخاف منها هكذا؟ لأن أختها إما هزمتنا وتغلبت علينا بيد واحدة. أنا فقط لم أكن مستعدا، كل شيء حدث فجأة. إذن هيا أخبرني لما هربت على الفور. حسنا، أنا الآن سوف أتدبر أمرها وسترين. حسنا لنرى، لكنني لن أساعدك بهذا. لا مايك، ماذا تريد أن تفعل؟ حسناً إذن. شكراً، كنت أعلم أنك صديقة جيدة يا بريتني. نعم جيدة لدرجة أننا سنذهب إلى المستشفى معاً. لا تقلق يا بريتني، سأحل هذا الأمر كي لا تظن سيوزي أنني جبان ولا أستطيع أن أهزم طفلة مثل تلك الحمقاء. سام، هل طردت تلك المشردة؟ تعلمين يجب إخبارك بأمر. ما الخطأ يا سام؟ أنا آسف لكن لم أستطع. كيف لم تستطع؟ ما هو الصعب في هذا يا سام؟ إنها ليلى، هي بكت كثيرا ولم أستطع أن أجعلها حزينة. وهل أنا أبقى حزينة هكذا؟ حسنا، ولكنها ابنتي وأنا زوجتك أيضا، إما أن تفعل كما أريد أو حسنا حبيبتي، سأفكر في حل للأمر. حسناً ليلى، أنا معجب بك، أردت أن أعترف لك منذ زمن. لا، ليس هكذا. أوه ليلى، انظري إنه المعجب. حسناً. هيا استيقظا يا فتيات. ليلى، لكن أين الأخرى؟ وما هذا الذي هنا؟ من الذي يصرخ؟ زوجة والدك مجنونة. حسناً، هيا إلى المدرسة بسرعة يا إما. كم سئمت من الذهاب إلى المدرسة. ماذا ستفعل الآن؟ هل فكرت؟ لم أفهم ماذا تقصدين يا بريتني. أتحدث عن صديقتي ليلى. كما قلت سابقاً سأتدبر أمرها. وإن لم تنجح في هذا؟ بالتأكيد سأنجح بذلك. حسناً، هيا بنا. إن فكرتي رائعة، أليس كذلك؟ والآن لا أحد سيتنمر علي. نعم ليلى، فكرتك رائعة. على أي حال لا يوجد شيئا لأفعله سوى أن أمشي وراءك وأراقب من سيزعجك. صباح الخير يا ليلى، لقد كتبت لك وظيفتك. شكرا يا تايلر. أنا أردت أن أقول واو ليلى، أنت تبدين رائعة اليوم. حقا، أظن أنني رائعة مثل العادة. هي أنت، كيف لم أستطع أن ألاحظ كم أنت جميلة ورائعة؟ شكرا لك يا مايك. إذن ما رأيك أن نخرج معا اليوم مساء؟ أتقصد الخروج بموعد؟ يمكنك القول بأنه كموعد. لا مانع لدي يا مايك. هذا رائع، سأراسلك إذا. ليلى ما هذا الآن؟ هل ستخرجين معه؟ ولم لا أفعل هذا؟ هل أنت جادة بهذا؟ لكنه الشخص الذي يتنمر عليك دائما. هذا كان في السابق يا تايلر. وما الذي تغير؟ وما شأنك أنت؟ توقف عن التدخل.
ولكن ما كان هذا يا مايك. ماذا؟ لقد دعوت ليلى للخروج في موعد. وهذه هي خطتك؟ إنها خطة غبية. إن علمت سيوزي بالأمر. بريتني فكري في الأمر. هل تعتقدين حقا أنني سأدعو تلك الفاشلة إلى موعد حقيقي؟ إذن أنت. نعم، كل هذا مخطط له. هي لن تأتي إلى الموعد مع صديقتها الغريبة بالتأكيد. إذن هي ستأتي لذلك الموعد لوحدها عندها نحن. هذا رائع يا مايك. لم أتوقع أن عقلك قادرا على التفكير بشيء ذكي. ماذا إذن؟ هل تحملان معكما أخبارا سارة؟ نعم سيوزي، أنت محقة. لقد فعلنا تقريبا ما تريدين. ماذا تعني بتقريبا؟ إنه فقط أنا بنفسي قد فكرت بخطة جيدة. لا تقلقي بعد الآن يا سيوزي. أنت ذكيا يا مايك. إما ماذا سأفعل؟ ليلى، ما الذي حصل؟ لقد أتى مايك ودعاني إلى موعد، وأنا لم أخرج في موعد مع أي فتى من قبل، وخاصة أنه مايك. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ أنت تعلمين بالفعل ماذا يجب أن أفعل بشأن هذا. ليلى لا تنسي ذلك، لقد اتفقنا أنني سوف أساعدك في المدرسة فقط. ولكن من فضلك يا إما، لا أريد أن أفعل هذا الشيء لوحدي. حسنا تعالي سأرى ماذا يمكننا أن نفعل. أبي أبي أبي، هناك شيء هام. هناك فتى دعاني للخروج بموعد. ماذا؟ من هو هذا الفتى؟ يا أبي، إنه معي في المدرسة ولا يوجد شيء مناسب لأرتديه. ماذا علي أن أفعل إذن؟ أنا لن أعطيك ملابسي، أقول لك منذ البداية. أريدها أن يعجب بي وليس العكس. أبي أعطني المال، أريد أن أشتري ملابس جديدة. نعم بالتأكيد يا ابنتي، تفضلي. شكرا يا أبي. لما أعطيتها المال؟ ولما لا أفعل؟ أنت اختبئي حتى يأتي الوقت المناسب، هل فهمتي؟ لا تفعلي شيئا خاطئا. نعم أنا أنتظر إشارتك. مرحبا مايك. مرحبا ليلى. أنت هناك خطب ما؟ لا على العكس، أردت القول، أنت تبدين جميلة جدا. شكرا يا مايك، أنت أيضا تبدو وسيما جدا. أنا لم أعتقد إطلاقا أنك بهذه الروعة. أنا فقط قمت بارتداء فستانا بسيطا وأنيقا. حقا؟ هي ما هي مشكلتك؟ آسف يا ليلى، دقيقة فقط. هي ما خطبك يا ماي؟ حسنا انسي الأمر يا بريتني. لماذا فجأة؟ هذا هو الوقت المناسب. لقد قلت لك لا. أنا لم أفهم، ألم تكن الخطة أن أتصرف هكذا؟ نعم، ولكن إن الخطة تغيرت قليلا فقط. وكيف تغيرت؟ لم أعتقد أنها ستكون مثل أعتقد هذا. أعتقد أنها مثل ماذا؟ جميلة هكذا. أجن أنت يا مايك، هل وقعت في غرام هذه الفاشلة؟ ماذا أفعل إذا كانت هي جميلة؟ ولكن أنت لا تنسى سيوزي. هذا يكفي، لا أهتم لسيوزي. حسنا اذهبي، أنا مشغول هنا قليلا. من الأفضل أن تنتبه كي لا تندم لاحقا. شكرا لك يا أختي الرائعة، لقد كان هذا أفضل موعد في حياتي كلها. أنت تفهمين أننا أخوات على الورق ولدينا مصالح، عليك أن تتذكري هذا. لا أعلم، لقد تأقلمت معك كثيرا. لا نحن لم نتفق على ذلك، هذا الحب العائلي الذي تظهريه أنا لا أريده. لكن لماذا يمكننا أن نكون أنا وأنت أختان حقيقيات؟ أنا مصاصة دماء وتأقلمت أنني وحيدة. وأن كنت مصاصة دماء، أنت طيبة ورائعة أيضا، حتى إن كنت تشربين الدماء وقد تعضي، المهم أنك إنسان طيب. أقلت إنسان؟ حسنا إذن يا أختي، سأذهب الآن وأحلم بمستقبلنا الجميل أنا ومايك. سيوزي، أريد أن أعرف جميع الأخبار السارة. هل من مشكلة؟ حسنا كيف أقولها لك؟ تكلمي في الحال بريتني. حسنا كل شيء كان يجب أن يحصل ويسير كما اتفقنا أنا ومايك، ولكن ماذا يا بريتني؟ أخبريني ماذا حدث؟ لكن لاحقا الخطة تغيرت قليلا، ويبدو أن مايك وقع في غرام تلك الفاشلة. لم أفهم ما تقولينه، هل هذه مزحة أم ماذا؟ ليست كذلك، إنها الحقيقة في الواقع. هي حقا كانت تبدو جميلة جدا، أنا لم أرها هكذا من قبل. لا يمكن أبدا لمايك أن يقع بغرام تلك الفاشلة. أنا أيضا ظننت هذا، لكن اتضح العكس. لقد فهمت الأمر، إنه يفعلها عمدا. في البداية سيجعلها تتعلق به، ثم يذلها، وثم يكسر قلبها ويتركها. لا أظن يا سيوزي، لا يبدو لي أن الأمر هكذا. أنا لا أفهم شيئا مما تقولينه الآن، لقد اتفقنا أن تتدبر أمرها. نعم بخصوص هذا، هنا أيضا لم ننجح.
هذا لأن صديقتها إما. وما شأن صديقتها؟ إليك الحقيقة، لم يكن هناك أي ملاكمين، هي كانت لوحدها. انتظري، أتريدين القول أنكما لم تقترا على هزيمة فتاة بمفردها؟ نعم، لكن لا تعتقدي أنه كان سهلا. لا أفهم ما الصعب في هزيمتها. الأفضل أن لا تعلمي. يا له من هراء، هيا يا بريتني، سنهزمها نحن ومن دون مايك، ولاحقا سنلقن الفاشلة درسا. من الأفضل ألا نفعل. قلت لك لنذهب. تايلر، هل حصل شيء؟ لما دعوتني؟ أردت التحدث معك. عن ماذا؟ أخبريني، هل خرجتي مع مايك؟ نعم، وذلك كان موعدا رائعا. لكن مايك أحمق تماما. لكنه بالنسبة لي يبدو رائعا ووسيما أيضا. هل نسيت كل ما فعله بك؟ لا يا تايلر، أنا لم أنسى هذا، لكن فقط. ماذا فقط؟ لقد أعجبته جدا بفضل إيما. وما شأن إيما بهذا؟ إنها رائعة وتساعدني دائما، لك أن تتخيل كم أنا ممتنة لأنني التقيت بها، كان أفضل شيء. الآن لا أحد يتنمر علي في المدرسة ومايك معجب. إذن أخبريني، هل هذا هو سبب غرابتك في الفترة الأخيرة؟ ماذا تعني بغرابتي؟ لم تكوني هكذا من قبل، لكنك الآن فقط مثل سيوزي وبريتني. لا تتفوه بالهراء يا تايلر. نعم، حياتي تغيرت قليلا، إما تقوم بحمايتي وتعلمني أيضا كيف أكون. أنا آسف لتدخلي بهذا، ولكن كيف يمكن لإما أن تقوم بحمايتك؟ إنها مصاصة دماء يا تايلر. أختك المتبناة مصاصة دماء؟ أجل، وأنت لا تعلم مدى قوتها وقدراتها الغريبة. حسنا، إن انتهيت من حديثك سوف أذهب، ربما مايك سيدعوني مجددا. هذا يعني أنه من دون إما ليلى ستعود كما كانت. توقفي، أهناك مشكلة يا فتيات؟ سيوزي، كما أقول لك، من الأفضل أن نذهب. لا، أنت من سيكون لديه المشاكل. اسمعنا يا فتيات، ليس لدي أي مزاج للجدال الآن. والآن سأجعلك تعلمين من رئيس هذه المدرسة. أنتما جلبتما هذا لنفسيكما. أخبرتك أنها فكرة سيئة، لقد قلت لك من قبل. لكن أنت لم تقولي لي أنها تمتلك القوة. لقد أخبرتك لكن أنت لم تسمعي. أو يا إلهي، ظهري يؤلمني. لذلك لم نستطع أنا ومايك أن نفعل شيئا لهذه الفاشلة، إنها دائما تقوم بحمايتها. وأنا لا أفهم لماذا تحميها دائما. ومن أين لي أن أعلم؟ عندما هزمتنا أنا ومايك لم نسألها من أين لها هذه القوة أبدا. مهلا يا فتيات، ما هو خطبكما؟ أوه، كل هذا بسببك أنت. ماذا فعلت لكما؟ ماذا كنت تفعل مع تلك الفاشلة؟ من تقصدين؟ عن ليلى. لا تقولي عنها فاشلة. أوه، انظري له، إنه أيضا يقوم بحمايتها. نعم، لأن ليلى، إنها حقا. ماذا، هل وقعت في حبها بهذه السرعة؟ وإن فعلت، ما شأنكما؟ وماذا عني يا مايك؟ أظن أنك لم تكوني معجبة بي، وكنت تقومين بالتلاعب بي فقط. مايك، من أخبرك عن هذا؟ قل لي. أنا كنت دوما أتنمر على ليلى بسببك أنت، وأنا لم أفهم على الإطلاق أنها. مهلا، هل فقدت عقلك تماما يا مايك؟ أنا لا أريد مرافقتكما بعد الآن. ماذا سنفعل الآن؟ سوف ننجح من دونه. لا بأس يا بريتني، لسنا بحاجة لمايك. لست واثقة يا سيوزي. نحن لم نكن مستعدات فقط، هذا هو الأمر. مايك أيضا قال هذا. لا، كل أحد لديه نقطة ضعف، يجب علينا أن نجدها. اسمعي يا سيوزي، ربما هذا يكفي. لا، لن أدع الأمر يمر هكذا. أنا آسف، لقد سمعت عن ماذا تتحدثا. ماذا تريد أيها الفاشل؟ أستطيع المساعدة. أنت تساعدنا؟ كيف؟ إن كنتما تتحدثان عن أختي ليلى الجديدة، أنا أعلم عنها شيئا قد يساعدكما في هزيمتها. هيا تحدث بسرعة. اهدئي أولا. ماذا تفعلين يا سيوزي؟ دعيه يكمل. باختصار، أنتما لن تنجحان ضدها لأنها مصاصة دماء. الآن أصبح كل شيء واضحا. بريتني، يبدو أنك كنت محقة، لننسى أمر أما. ولما قمت بإخبارنا بشأنها؟ لأنه عندما ظهرت هذه الأخت بشكل مفاجئ لم تعد ليلى تلاحظني، وبدأت تخرج مع مايك، لذلك أخبرتكما، وأنا أعتقد أنه يجب علينا أن نتخلص من هذه الأمة. سيوزي، أتعلمين؟ أنا عندي فكرة من أجل التخلص منها. شكرا أيها الفاشل. حسنا يا فتيات، أنا لا أفهم، عن ماذا تريدنا أن تخبروني؟ سام، ولكن من هاتان؟ إنهن زملاء ليلى. لكن هناك شيئا لا تعرفوه عن أمة سابقا. أنا لا أعلم أي شيء عنها. سنخبركم بأن ابنتكم مصاصة دماء. سام، أسمعت هذا؟ انتظري يا أماندا، ماذا تعنون بهذا؟ نحن نقول الحقيقة، إنها مصاصة دماء. حسناً يا فتيات، إن أتيتن للمزاح معنا فهذا ليس أفضل وقت. انظرا لنا، نبدو كأننا نمزح. انظر ماذا فعلت تلك الفتاة المتوحشة. ماذا يفعلن هنا؟ أرى أنكما لم تكتفيا. الفتيات يخبرانني أن إما مصاصة دماء. وكيف علما بهذا؟
آسفة. إذن ما زلت لا تصدقنا؟ هيا اسألها بنفسك. إما هل هذا صحيح؟ نعم. كان يمكنك أن تكذبي، من سيصدقهم؟ أنا لا أخجل من هذا، أنا مصاصة دماء. أترون هذا؟ نحن نقول الحقيقة فحسب. ألم تلاحظوا أي شيء طوال إقامتي هنا؟ إنها تشرب دماء، انظروا. سام، أخبرتك من قبل، كان يجب أن تطردها من هنا. لا يجب أن تطردوا أي أحد. إما جيدة؟ لا شكرا يا ليلى، لكن هذا الوحش لا يوجد له مكان في منزلنا. أقلت وحش؟ نعم، اذهبي من هنا وإلا سام قل لها شيئا. غادري وإلا سأخبر الشرطة. وكأنه بإمكان الشرطة أن تفعل شيئا لي. لا يا إما انتظري. أبي. أحسنت يا صديقتي. يا فتيات وأنتن اذهبن أيضا. أبي، لماذا قمت بطرد إما؟ هذا لأنها وحش. إنها ليست وحش، أنت مخطئ بهذا. إن إما فتاة طيبة، وعندما دخلت لحياتي أصبحت أذهب إلى المدرسة بشكل طبيعي. ومن دونها هل أنت لا تذهبين؟ لو كنت تقضي معي الكثير من الوقت كنت ستعلم أن جميع من في المدرسة يتنمرون علي ويسخرون مني. سام، لماذا تنصت لكلامها؟ ابنتك المجنونة أتت بمصاصة دماء إلى المنزل. لا تقولي عنها هكذا. وماذا أقول؟ لقد أخبرتك أنها ستجلب لنا الكثير من المتاعب. لكنها تظل ابنتي الوحيدة. أبي، أنت لا تعلم ماذا فعلت إما من أجلي وكيف غيرتني خلال أيام قليلة. هذا يكفي، لقد سئمت من هذا، فلتختار إما أنا أو ابنتك المجنونة ومصاصة الدماء. إذا اخرجي من المنزل الآن. ماذا؟ ستندم على هذا يا سام. على الأقل سيكون لدي مال أكثر. أنا أحبك كثيرا يا أبي، من الجيد أنك تخلصت منها، هي تحب مالك فقط. إن كانت إما كما تقولين وتقوم بحمايتك يمكنها أن تبقى هنا. شكرا لك يا أبي، واطمئن هي لن تؤذينا. لقد رتبت هذه الغرفة العزيزة للتو. إما، يمكنك البقاء معنا. ليلى، أعلم أنك تريدين هذا، لكن أنا لست بحاجة لمشاكل جديدة. لا تقلقي، أبي هو من سمح لك بالبقاء معنا. حقا؟ أنا متشوقة ليوم الغد في المدرسة حتى نري هاتان الوقحتان. أيمكنني؟ لن أقوم بإزعاجكما. مايك؟ ليلى، أتيت لأعتذر لك بشأن كل شيء فعلته معك. لا بأس يا مايك، لقد نسيت كل شيء أو لم أنسى. أنا لم أكن أعلم مدى روعتك من قبل، وأنا معجب بك جدا. أنا أيضا معجبة بك يا ماي. هذا يا إلهي، ما هذا؟ أنا لا أعرف ماذا حدث، لماذا تصرخون هكذا؟ ما بكم؟ لدينا طلاب جدد في الكلية. وليكن، لهذا أنتم خائفون جدا؟ إنهم مخيفون وغريبون جدا. اركضي معنا يا إما، أفضل لك، لا يجب أن تبقي هنا. بالتأكيد، أنا لن أذهب معكم إلى أي مكان. فكروا في شيء ما، لن أقع في حيلكم مرة أخرى، المرة الأخيرة في المقهى. حسنا، أسمع خطوات، هيا اهربوا. لنهرب. قد نكون محاصرين. لقد قطعنا شوطا طويلا. أتساءل ممن هم خائفون. ما الذي يحدث هنا مرة أخرى؟ انظر ماذا حدث، أنا تقريبا لا علاقة لي. رائع، يا إلهي من هذا الشاب الوسيم؟ والآن كم يجب علينا الانتظار بعد؟ أرى أنك وجدت ما تفعليه هنا، من الواضح أنك لن تسمحي بخروجهم. إنها أخته، كم هو مثير. بالطبع، أنا هنا لمدة 15 دقيقة، أنا بحاجة إلى شيء للتسلية. أنا لم أشك في ذكائك. وهكذا فعلوا ذلك الشيء الآن، وكان أسهل مما يبدو. سأجدكم ولو كنتم في نهاية الأرض، لا يمكنكم الاختباء عني. هذا الوسيم، أشعر ببعض الجاذبية الغريبة تجاهه، بحاجة لمعرفة المزيد عنه. انظر إلى هذا. هذه هي، أترينها؟ إنها هنا. فتى جميل بعيون حمراء. مساء الخير يا أولاد، أريد أن أقدمكم إلى شخص ما الآن. تعرف الآن رجاءً على طلابنا الجدد. مرحباً، أنا إيتن. وأنا أخته فيوليتا. ما هذا الذي على وجهك؟ هذه دماء؟ يا إلهي! والآنسة لويزا؟ إلى أين؟ أنا اليوم قلت لك لا تذهب للصيد في هذا الصباح،
أرأيت لم يتم الأمر جيدا؟ لا تقلقي أبدا، حسنا الآن لم يلاحظ أحد سوى المعلمة. أو لا، ليس هنا، هؤلاء الشبان الغريبون لا يمكنهم الدراسة معنا. هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ما هذا؟ أنتما صامتان؟ هل أنتما خائفان؟ لا تقلقوا أبدا، نحن لا نعود إلا إذا طلبتم ذلك. أو لا. توقفي يا أختي، يبدو أنهما خائفان. حسنا، لنكن أصدقاء. لماذا أنت باردة جدا؟ كباردة كالثلج. اسمي هو إيما، إنني مهتمة بكم يا أصدقاء. إيما لا تخشى شيئا على الإطلاق، هذه الفتاة غريبة جدا. نعم يا إيما، نحن نعرف اسمك. هيا إيما اذهبي. هل فقدت عقلك؟ ما بك؟ ولكن ما الخطأ الذي ارتكبته يا فيوليتا؟ أي هذا مؤلم. حسنا الآن نحتاج إلى المغادرة لبضع دقائق، سنعود قريبا. من الجيد أنهم غادروا الآن. صحيح. على الرغم من الألم في يدي فهم يعجبوني حقا. نعم حسنا، أنت مختلفة عنا. أوافقك الرأي. أصمتوا، يجب الانتباه منها الآن. يا إلهي. يا أختي، تكريماً لنجاحنا بالصيد اليوم أعددت وعاء دم كامل. عن أي نجاح تتحدث إيتن؟ لم نفعل أي شيء حرفياً بعد. تم الانتهاء من النقطة الأولى الآن، وتحولنا إلى مراهقين وذهبنا إلى الكلية. أنت محق، تكلم يا أخي. إنه لذيذ جداً. بالتأكيد، إنه دم طازج. أنت هنا الآن، أعدك بهذا الآن، لن أسمح لك بالبقاء هنا أبداً. أخي، يجب التذكر، نحن في مهمة لا وجود للحب فيها. نعم أنا أتذكر، وأنا لست بحاجة إلى علاقة الآن. لقد راقبتك ولاحظت الطريقة التي نظرت لها فيها، أنا أتذكر هذه النظرة منذ 100 عام. لا، فقط لا تذكريني بهذا، لقد كان خطأ. حسنا أخي، لا أريد أن نواجه مشاكل في المهمة. أنا أعدك، كل شيء سيكون بخير. هذا عظيم، هل تشم هذه الرائحة؟ نعم، إنها رائحة السحر. أوه، لقد أحس به، يجب أن أختفي فورا. يجب أن نغادر حالا. لنغادر من هنا. صديقتي، ماذا بك الآن؟ بماذا تفكرين؟ أنت مشتتة منذ نصف ساعة في نفس النقطة، فلتأكلي شيئا. نعم، لا يمكنني إخراج هذا الشاب من رأسي، إنه غير طبيعي، هادئ ووسيم جدا. هل فقدت عقلك؟ إيما، لا تتجرأي على التفكير فيه. لماذا ذلك؟ هل هو يعجبك أنت أيضا؟ لا، لم يعجبني، أنا فقط أعتقد أنه يخفي شيئا، والتعامل معه يمكن أن يكون خطيرا، أستطيع أن أشعر به. حقا؟ أما أنا وجدته ممتعا جدا. إنه غير طبيعي. إذا لماذا خفت منه؟ أوه يا فتيات، هل أخفتكم؟ آسف على ذلك. أنا فقط لم أعتد على حقيقة أن لدي قوة لا تحصى. نعتذر، ونحن بالفعل في عجلة من أمرنا الآن. سيوزي اذهبي أنت، أنا لا أريد ذلك. أوه لا. اذهبي أنت، لا أريد ذلك. حسناً، ما الذي حدث؟ إنه نوع من السحر. لنذهب الآن يا إيما. لقد خافت سيوزي مني بالفعل، هذا طبيعي، ستعتاد على ذلك. أوه، ليس كل ما أحتاجه الآن، أين يمكن أن أضعه الآن؟ هاي، لقد جررتني بقوة لدرجة أنك كسرت ظفري. أعتذر، أرجوك سامحيني، لكن كل هذا من أجل مصلحتك أنت، كيف يمكنني أن أصلح خطأي؟ أحضري لي ضمادة، لقد ملأت الدماء إصبعي. دماء؟ من قال الدم؟ ماذا تفعلين أنت في غرفتنا هنا أيضا؟ هكذا، إنه عمل للبحث عنكم. لماذا إذن اختبأت خلف الستائر؟ لا يهم، إيما، هذه دماء على إصبعك صحيح؟ أو لا، إيما أركضي قبل أن تفعل شيئا. ماذا؟ لا أفهم. لتأتي إلي يا حبيبتي،
أنا سأساعدك. أوه يا إلهي توقفي. ما الذي حدث للتو؟ أيتها اللقيطة، سأريك كيف تأخذين فريستي مني هكذا. أخذت فريسة؟ ماذا؟ نعم لقد نسيت الآن، نامي، هذا أفضل لك. هيا إما، هل أساءت لك بشيء إما؟ إنه طبيعي، أما أنا حقا لم أفهم ما حدث هناك. إما كوني أكثر حذرا، أنا هنا الآن وسأحميك دائما. لم أقابل مثل هؤلاء الرجال من قبل. نعم فيوليتا لقد أتت إلى غرفتنا ثم هاجمت إما أيضا، لقد خفت كثيرا. نعم هؤلاء الأشخاص الجدد غريبون جدا. علاوة على ذلك لقد فقدت الوعي ولا أتذكر أي شيء على الإطلاق، واستيقظت في الصباح. إنه بالفعل سيء تماما. هذا ما أتحدث عنه الآن. انظري نحن بحاجة ماسة إلى معرفة من هم حقا. لنسرع. يبدو أن هؤلاء يمكنهم مساعدتي. مرحبا سام، هيا لنركض بسرعة. نعم صحيح، ومن أين أتيت؟ لا لستم بحاجة إلى معرفة ذلك. بلا تفاصيل، أهم شيء الآن يمكننا مساعدة بعضنا البعض. اسمع نحن لا نتحدث مع الغرباء مثلك أبدا، وأيضا تبدو غريبا جدا لدرجة أنك بالفعل غير مريح. حسنا انتظرا، ولكنني لست بهذه البساطة. أبراكادابرا. الآن تفضلوا هذا. سام هيا لنركض بسرعة. لنذهب، أنا كل هذا لا يعجبني على الإطلاق. لا شيء، ولكن سيكون كل شيء على ما يرام. الآن سأجعل نفسي صغيراً مع أن عمري 750 عاماً. اعتدت أن أفعل مثل هذه الأشياء في الرياضة. مرحباً إيتان، كنت أبحث عنك للتو. إما أهلاً بك. أود فقط أن أشكرك على تواجدك دائماً عندما أحتاج للمساعدة، وهذه لك. واو شكراً، الأمر لم يكن يستحق، هذا من أعماق قلبي. بالمناسبة أردت أن أخبرك أنك تعجبني جدا، أنت جميل. إنه نمطي. اسمعي هذا الشيء، نحن لن نكون معا. حقا؟ لماذا ذلك؟ إنها قصة طويلة للأسف، لا أستطيع إخبارك بها في الأساس. لا أريد أي علاقة. أنا لست معتادة على الاستسلام. ولذلك يبدو أنني أخفقت في هذا. أعتقد أنهم مجرمون خطيرون هربوا من السجن ليسرقوا منا. مستحيل، لو كانوا مجرمين فإنهم سيختارون كلية يذهبوا إليها الأغنياء، هذا واضح، إنهم ليسوا كذلك. أنت محقة، لذلك لا أعرف ماذا يريدون منا. مرحبا بكم، هل أدخل أم لا؟ بالطبع أنسة لويزا، تفضلي. يا أولاد، نحن بحاجة ماسة الآن إلى معرفة هؤلاء الطلاب الجدد، وعندما أراهم أصابوا بالقشعريرة حقا. نحن نتحدث عن هذا الآن. بالفعل هناك خيارات، لذلك لا يمكننا الفهم. أعتقد أنني وعدت شخصا هكذا من قبل بضع سنوات، ولدي فكرة أيضا، يمكننا أن نجد الجواب هنا. جلد بارد وأيضا وجه شاحب وعيون حمراء، أيضا الملابس الداكنة والعطش الدائم للدماء. يا إلهي إنهم هم. إذن يا أخي كيف النجاح في مهمتنا؟ لم أبدأ بعد، آسف كانت هناك أمور تحتاج إلى الإسراع، وإلا ينتابني شعور سيء. انتظر، هل تسمع ذلك؟ نعم أسمع. مرحبا يا أمي، تخيلي لدينا مصاص دماء حقيقيون في الكلية الآن. عرفت سيوزي كل شيء، أخبرتك أنك بحاجة إلى القيام بشيء بسرعة، اسحبها على الفور هيا. لحظة واحدة. نعم أنا في صدمة. لقد وقعت يا فتاة، تعالي. ها هي هنا الآن. كيف عرفتما؟ من فضلكما لا تلمساني أبداً.
لقد تأخرت. لن أخبر أحداً أبداً عن ذلك، أعدكما. ما كان عليك أن تتبعينا أبداً. مصاصو الدماء لا يصدقون وعود البشر، نحن بحاجة للتخلص منها. التخلص؟ ماذا تريدان أن تفعلا؟ سترين هذا. أولا، مرحباً بك في عالمنا. لماذا تأخرت هكذا؟ أخيراً لقد وصلت، كنت سأتصل بك الآن، أين كنت؟ أنا لا أتحدث إلى الناس العاديين مثلك. ما خطبك يا صديقتي؟ ماذا حدث لك الآن؟ أنت تخيفينني جداً. وليكن. فقط لا تقولي أنك مصاصة دماء الآن. وأنا أحذركم أيضاً، لو وافقتم على التعاون معي في ذلك الوقت يا رفاق ما كنت لأسمح بذلك أبداً. لا. يا له من شاب مسكين. إيتان، لم يكن لدي شاب رائع مثلك من قبل. انتظري، هل نحن نتواعد الآن حقاً؟ نعم، هل من مانع لديك؟ لا، لا مانع لدي، فأنا أهتم بك أيضاً. اتفقنا إذن. إيتان، ما الذي تفعله؟ ما بك أنت أيضاً؟ إيما، لماذا فعلت ذلك الآن؟ أنت لماذا فعلت هذا؟ قلت لك بوضوح لا حب في هذه الكلية، أفهمت؟ وبسببك كل خططنا ستنهار قريباً. أعرف ما الذي وعدت به، لكنها مميزة، وأنا متأكد من أن إيما لن تسبب لنا أي ضرر. إما أن تتركها، أو سأفعل كل شيء حرفياً لإخراجك من عائلتنا بسرعة. تباً لك. هاي إيما، أنا أحتاج لإعادتك الآن. أنا آسف أن كل هذا حدث، لسوء الحظ لن نكون معا، سوف تستيقظين ولن تتذكري من أنا أبدا الآن، لكن أنا حقا أحببتك بكل صدق. إيتا؟ أنت هنا؟ ماذا حدث بالتحديد؟ رأسي يؤلمني. سأخمن، هل قضيت كل الوقت هذا مع إيتان؟ نعم؟ نعم؟ إيما، إنه غريب، مثل أختي فيوليتا، والآن بعد أن عضوا سوزي، هي واحدة منهم الآن. هل أنت جاد الآن بما تقوله لي؟ بالتأكيد، ولدي دليل على هذا. أنا بحاجة ماسة للتحدث مع إيتان. إيما، إلى أين؟ لم أكن أعلم أن ماذا قدم جيداً حقاً لهذه الدرجة. سيوزي، تمهلي، لا تبالغي، وإلا سيكون سيئاً بالفعل. وأنا أعرف تماماً ما الذي أفعل الآن. حسناً، كنا جميعاً هكذا. أولا، يبدو أنني بحاجة للذهاب إلى الحمام الآن. أولا، أحب مشاهدة هؤلاء المبتدئين عندما يعتاد مصاصو الدماء على حياة جديدة. إيتان، هل هذا صحيح؟ ماذا تعني؟ أنت تتذكرين من أنا؟ لقد استخدمت أقوى تعويذة لتجعلك تنسينني، هذا مستحيل. حسناً، بالطبع أتذكر، لأنني أحبك. قل لي الآن، هل هذا صحيح؟ أنت هكذا؟ أخيراً ستنتهي هذه العلاقة الآن، هم غير مناسبين على الإطلاق لبعضهم. نعم، هذا صحيح، لكن لا يجب أن تعلمي بهذا. رائع، لا أصدق عيني، حقاً أحبك. ماذا؟ لا يمكنك أن تتخيل، لطالما حلمت بصداقة مصاصو دماء. ماذا؟ لا يمكن، يبدو أن الأمور لم تسر بالطريقة التي تخيلتها. إيتان مصاصو دماء، إيتان مصاصو دماء. حسناً، اهدئي يا إيما. يبدو أنني الوحيد في هذه الكلية الذي يبقى طبيعياً. ما هذا أيضاً؟ نلتقي هنا مرة أخرى مع سام. أنت ماذا تريد مني أيضاً؟ أنت حتى لم تقيم حلي الأصلي، ولا حتى حاولت ذلك. كما تعلم، لا شيء يفاجئني بعد الآن. بشكل عام، أتيت مرة أخرى لأعرض عليكم أن تصبحوا شركائي، إنه مفيد لنا. وماذا سأحصل في المقابل؟ حياتك القديمة. وماذا علي أن أفعل؟ هذا الشيء الذي يمكن أن يساعدنا. ممتع. أتوسل إليك، أتوسل إليك. لا، قلت لك يا إيما، أنا لست مستعداً.
حسناً، فقط عضني، أريد أن أكون مصاصة الدماء. بصراحة أنا لا أخاف من الألم. إما، ليس الأمر سهلاً أبداً. هل تعرف عدد أفلام مصاصي الدماء التي شاهدتها؟ أنا واثقة من اختياري، لقد كنت أحلم بهذا. لكن كل شيء ليس رائعاً كما يظهر في الأفلام. حان الوقت للذهاب. هل ستتجنبني الآن؟ نعم أم لا؟ نعم أو لا. باختصار، لا يجب أن تكوني على علم بهذا على الإطلاق. كما ترى، كان يجب أن تلتقي معي لأصبح مصاصة دماء. أستطيع أن أشعر به. أنا حقاً أشعر. لا، اتركيني. سأجدك بغض النظر عن المكان الذي تختبئ به. يبدو أن كل شيء يسير وفقاً للخطة. مرحباً بك يا أختي. مرحباً، هل أكملت مهمتي؟ لا، فقط كانت هناك مشكلة صغيرة. هل تعني أنك لم تفعل؟ إيتن، الوقت يداهمنا الآن، لا يمكننا أن نخطئ. أرجوك اسمعيني يا فيوليتا، هذا أمر جاد. لا يا أخي، أنت استمع إلي. هيا، أنت لا تفهم على الإطلاق مستوى المسؤولية، المسؤولية التي عاهد إلينا بها. هاي يا رفاق، افتحوا الباب الآن، أنا أعرف أنكم بالداخل. أريد أن أصبح مصاصة دماء. أريد أن أصبح من هذه إيما؟ إيتن، لا تقل لي إنها تعرف كل شيء أيضا. هذا بالضبط ما كنت أحاول إخبارك به، هي مميزة ولا تؤثر بها أي تعويذات. قم بحل هذه المشكلة على الفور بأي طريقة، وإلا فستواجه مشكلات كبيرة. حسناً، لقد سمعتك، وداعاً. أوه، كم أنا متعبة من التستر عليك. إيتن، هل ستخبرني بكل شيء الآن؟ رائع. لا يا إيما، لقد أحضرتك إلى هنا لأخبرك أنك تزيد الأمور سوءاً فقط. ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه الآن؟ أختي الآن غاضبة لأنك تعرفين كل شيء عنا، وهذا أمر خطير للغاية لك. لقد شعرت مؤخراً أنك لا تهتم بي، لماذا تفعل هذا معي؟ توقفي إما عن فعل ذلك، الآن أتحدث بجدية. لا، لقد وقعت في حبك وأنت وعدتني، والآن تحاول المغادرة فقط؟ لا، أنت من وقعت في حبي. أنت لا، أنا أتحدث عن أشياء خطيرة. قلت لك أني بك؟ أحبك. قال بين أنه سيساعد في تخلص مصاصي الدماء. هذه كلها أعذار مثيرة للشفقة، أنا لا أصدقك. إما، اهدئي. إيتن، ماذا جرى لك؟ شيء ما ليس جيداً بالنسبة لي. لا، ليس هذا، انتظر، سأقدم لك المساعدة. إذا لم يساعد الثوم في التخلص من مصاصي الدماء الآن، لا أعرف ماذا. سوزي، ماذا تفعلين؟ ألا ترى؟ أنا أشرب. بالطبع، لقد نسيت أنك مصاصة دماء الآن. إذن الآن سأذكرك بهذا. من فضلك، كوني حذرة من تحركاتك معي. ألا تخاف مني بعد الآن؟ وإذا كان هذا؟ لأكون صريحاً، ليس كثيراً، أنا أريد استعادة حياتك القديمة. أنا أعجبت بك يا سوزي. صحيح، أنت معجب. إنه ذكي جداً، فعل كل شيء كما قلت له. بقي القليل، وسأكون قادراً على فعل ما لم أفعله منذ مئات السنين. أخيراً عدت إلى وعيك يا حبيبي، كنت قلقة عليك. أتذكر فقط أنني شممت شيء، رائحة غريبة، وفقدت الوعي. كل شيء أصبح من الماضي، ليس عليك أن تشكرني. نعم، باستثناء عضني. أنت مضحكة جداً يا إيما. نعم، أنا كذلك. إيتن، أنا أبحث عنك الآن، وأنت تستريح هنا. لقد عادت أختك المجنونة مرة أخرى. إيتن يحتاج إلى الراحة، بالمناسبة إنه يخفف التوتر. دعيني الآن يا فتاة. لا، لن أسمح لك بهذا. أنت لا تعرفين حتى ما يمكنني فعله لك الآن. وأنا لا أخاف منك أبداً. إيما، حبيبتي، أريد التحدث مع أختي. فقط من أجلك أنت. هل حقاً أسميتها حبيبتك؟ أختي، مهلاً، لا أعرف كيف أنساها، لقد تعلقت بشدة بها. لقد حذرتك بالفعل يا إيتن. تعال، هيا، أكثر، هيا، تحرك. من هنا؟ لا أحد، ربما أنا أتخيل. حسناً، هيا، أهجوم، هيا. على أي حال، هذا سام لطيف. من الواضح أن هناك شخص ما في الغرفة. أعتقد أنه سمعني الآن. ألو، تفضلوا. لم أكن أعرف أن مصاص الدماء متوقعين جداً يا سوزي. س...
سام، لقد اختبأت هنا عن قصد حتى تجدني أنت. صحيح، تعالي الآن سوزي. حسناً، كما تقول. هل يمكنني البقاء هنا لفترة أطول قليلة؟ لا، لا يمكنك، غادري. لماذا هذا سام؟ أنا لا أتعامل مع الخونة، لقد اخترت أن تصبحي مصاصة دماء بدلاً من صداقتي. سام؟ ماذا؟ وبعد هذا؟ لم تنجح. شرير. أنا لست شريراً، أنا فقط أحاول إصلاح كل شيء. حدث هنا. أختي، لست متأكداً من أنني أستطيع فعل ذلك بهذه الطريقة. إيثن، تذكر لماذا أتينا إلى هنا. أتذكر أننا بحاجة. التزم بالهدوء أيها الأحمق. الآن ما بك؟ لا يمكنك التحدث عنها بصوت عال هكذا. نعم، أنت محقة في هذا. إما مجرد فتاة عادية، ستحصل على المئات مثلها. حسناً، سأحاول حقاً. ولا تضعف أبداً، اذهب الآن وقل أن علاقتك بها قد انتهت. هيا. حسناً، أو ربما في حال. لا، لا يمكنك، اذهب وافعل ما أخبرتك به الآن. حسناً، حسناً، أنا أصدقك. إنه صغير جداً، يبلغ من العمر 750 عاماً، إنه لا يفهم أي شيء عن حياتنا. لا لا لي لا يا. هيا أخبريني أيتها الأرواح في الحال، متى يمكنني هزيمة مصاصي الدماء هؤلاء؟ لقد بقي القليل فقط. لقد عرفت، لقد عرفت. ما هذا المكان هنا؟ هذا مكتبي هنا، خذ راحتك الآن يا صديقي. شكرا لك، بصراحة المكان غريب جدا. أنت الآن تتعامل مع ساحر جاد للغاية، والآن كيف تسير خطتنا؟ بشكل عام سوزي، لا تبتعد عني، أتظاهر أنني لست خائفا، لكن في الحقيقة أنا خائف جدا لأن مصاصة الدماء، أنت تعلم هذا. هذا عظيم جدا. ماذا عن صديقتك إيما؟ على حد علمي لا يستطيع إيثن رفض إيما، وهي مغرمة به كثيرا. هذه ببساطة أخبار رائعة جدا، عليك الآن فقط مواصلة العمل وسترى النتائج قريبا جدا. حسنا. إيما، أنت هنا؟ غريب، أخبرتني قواي الخارقة أنها كانت في هذا المتجر، أين هي؟ إيثن، أنا هنا. إذن لماذا لا تجيبي؟ لقد ناديتك. حسناً، كيف أبدو الآن؟ نعم، بخير. ماذا؟ ماذا حدث معك؟ إذن، هل يعجبك هذا؟ كنت أعلم أنه يعجبك، انظر، الآن نحن نبدو أفضل مع بعضنا البعض. نعم. لماذا كنت تبحث عني؟ اشتقت لي على الأرجح. جئت لأتحدث معك عن... لقد نسيت بالفعل لأي سبب. هل أنت عاجز عن الكلام من ملابسي الجديدة؟ هل أذهلتك؟ شيء يشبه هذا. حسناً، نظرا لأنك نسيت بالفعل ما تريده فسوف أتحدث أنا، وكل ما عليك فعله هو أن تعضني. أنا لا أفهم، أين إيثن؟ لا أعرف، متى سنأكل الآن؟ ونحن بالفعل جائعون. لا طعام الآن، حتى نتناقش في الأمور الهامة. يا فتيات، أنا هنا بالفعل. كم من الوقت يمكنني الانتظار؟ أتمنى أنك انتهيت من إيما. نعم، لقد انتهيت. أظن أنه قالها من دون صدق. أنا حزين فقط لأن كل شيء انتهى هكذا. لقد فعلت الشيء الصحيح، الآن يمكننا المضي قدما إلى المرحلة النهائية من خطتنا. ثم الطعام. بعد ذلك سيكون الكثير من الطعام، الكثير من المال. حسناً، سيكون جيد. أنت فقط ذكريني ما هو جوهر المرحلة النهائية. نعم، الآن أنا بشكل عام كتبت كل واجباتنا هنا، كل شيء مكتوب هنا بالتفصيل. يمكننا أن نعمل قليلاً، وخلاف ذلك إذا اكتشفت فيوليتا الأمر فلن أسلم منها أبداً. كيف؟ يجب الآن أن نخلطها جيداً. مرحباً. أوي إيما، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أبحث عنك، ولكنك أنت لا تهتم بي أبداً. وكيف وصلت الآن؟ هنا الباب يفتح فقط عن طريق الرمز. أنا اخترقته. أنت فتاة لا تصدق،
حسنا، اذهبي الآن وسآتي إليك بعد قليل. ما الذي تفعله هنا؟ ربما الآن تحتاجني. لا، هذه معلومات سرية. إذا اكتشفت فيوليتا أنك هنا ورأيت هذا لن تعرف. كذلك أغلقت الباب. كيف سنخرج من هنا الآن يا إيما؟ وأنا مستعدة لقضاء بقية حياتي هنا معك. معك أنت. إيما. بينما سيوزي وأنت مشغول بمهمتك، أنا سأتخلص الآن من الذين يعرفون سرنا. محادثة هاتفية، هذا مثير للاهتمام. أمتأكدة أنه يجب أن نستمر في التواصل مع مصاص الدماء؟ حسناً، لقد أخبرتك بالفعل أن هذا شرط أساسي. وإذا عضني شخص ما عن طريق الخطأ، لا أريد أن أصبح واحداً منهم أنا أبداً. لا تقلق، لن يعض أحداً. الشيء الرئيسي هو عدم إظهار أنك خائف منهم. حسناً، لقد فهمت. وهل يمكننا طردهم من الكلية؟ أخبرني هيا. نحن يمكننا التخلص منهم ليس فقط من الكلية، بل من العالم كله. لقد قضيت الكثير من الوقت في هذه الخطة، إنها رائعة. تتحدث عنا. حسناً، سأريك. حسناً، نتحدث لاحقاً. حسناً، إلى اللقاء. أوه لا، فقط ليس هذا. أشعر وكأنه هنا في مكان ما. يا له من مزاج رائع الآن. أعتقدت أنني لن أجدك أبداً. أوه، فيوليتا، يا له من لقاء غير سار بيننا. أنت ماذا تفعل هنا حتى؟ وماذا تريد منا أيضاً؟ مثل ما أريد من مخططكم منذ آلاف السنين، والذي لن ينجح بالتأكيد إطلاقاً. هل تقول بأنها لن تنجح؟ خطتنا في المرحلة النهائية بالفعل؟ وأنا أيضاً وحيد، ولدينا نحن الكثير، لا يمكنك هزيمتنا أبداً. وأنا أيضاً لدي شريك موثوق يريد التخلص منك نهائياً. دعونا نرى من هو أذكى منا. هيا. هي إيتن، سأخبرك بهذا الآن وحالاً. ما هذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ يا أختي، أريد أن أكون مع إيما. فيوليتا، لقد أخبرتك مسبقاً أن الحب شعور قوي جداً، ولن تكوني قادرة على التدخل في علاقتنا سوياً. إيتن، هذا صحيح؟ نعم يا أختي، قررت أنني لا أريد أن أصبح مصاصة دماء. هو هكذا، أحب أن أكون مصاصة دماء. سنتحدث عن هذا لاحقاً يا سوزي. صحيح، فإن فكرتك في ابتكار بوابة مؤقتة هي فكرة غبية، لأنني في هذا الزمن وجدت حب حياتي إيما. هل أردت أن تخترعي آلة زمن وتغيري التاريخ كله؟ هل هذا صحيح؟ نعم، تخيلي فقط، التخلص من كل السحرة الذين لا يدعون أن نعيش بسلام أبداً. ولم تحصل على أي شيء وأنا فزت. يا سيد، أنت مخطئ وبشكل خاص. ماذا؟ سام، ما هذا؟ لقد اكتشفت أنك تريد خداعي أنا أيضا، لذا هذا ما يلزم. لكن كيف حصل هذا؟ صحيح، وقعت في حب سوزي حقا. أما إيتن يحبني. حسناً، هذه فكرة سيئة للغاية، صدقوني، أنتم لا تفهمون ما تفعلونه أبداً. هاي أيها الفاشل. وأيضاً أعددنا لك مفاجأة. الآن ستصبح واحداً منا. لا، مهلاً، ابتعدوا. عضني، عضني. إيما، استيقظي. سيوزي؟ نمت ليوم كامل، لم أستطع إيقاظك، وإن الكلية قد انتهت دروسها كلها. كم الساعة الآن؟ الساعة الرابعة ظهرا؟ أخبرتك ألا تشاهدي البرامج التلفزيونية عن مصاصي الدماء، لم تسمعي مني. حسناً، أنا ذاهبة للموعد مع سام. كان هذا حلماً. كم هو رائع أن يكون لديك صديق مصاص دماء. حسناً، سأذهب لأرتب نفسي أيضاً. آسف يا إيما، لكنني فعلت كل ذلك من أجل سلامتك. فقط يجب أن أنتظر وسنكون معا، لذا سأحافظ على نومك وعليك أيضا يا إيما. ولكن ما هذا؟ ولماذا يقف في وسط الصف؟ أين أنا؟ مرحبا يا صغيرتي، أنت في المدرسة وأنا هو أروع شاب فيها. إن دمك طازج جداً. هو، هل أنت تريدين تقبيلي؟ أعجبني هذا كثيراً، لكن شفتاي هنا لا!
ياي فلنحتفل حتى الصباح. هل أنت متأكدة من أن أمك لن تفعل لنا شيئا إذا بقينا نحتفل؟ كلا، فهي في العمل، فلنحتفل أمامنا الليل بأكمله. من يصدر صوت الشخير؟ سيوزي، ما كل هذا؟ ولكن ما الذي يحدث هنا؟ أمي، لماذا تصرخين علي هكذا؟ نحن فقط احتفلنا قليلاً في المنزل ولم نستطع أن ننظف هذا. سيوزي، نحن سنذهب الآن من هنا. أجل، لقد كانت حفلة رائعة. إلى اللقاء صديقتي. سيوزي، كم مرة قلت لك أن الحفلات في المنزل ممنوعة؟ هذا لا يمكن. أمي، توقفي عن الصراخ علي، رأسي يؤلمني من ضجة الموسيقى ليلة البارحة حقا. هذا لا يهم، كل ما تقومين به من أفعال مشاغبة سينتهي قريبا عندما تأتي أختك إلى هنا. لكن أي أخت هذه؟ لقد تبنيتها، وما العيب في هذا؟ تمنيت كثيرا أن يكون لدي ابنة، وإنه من الصعب أن أتولى أمرك بنفسي في هذا المنزل، فهمتي؟ لم تفكري في مناقشتي في ذلك القرار فعلا. سيوزي، لقد قررت كل هذا. حسنا، هيا اغسلي وجهك ونظفي المنزل بالكامل وبدلي ثيابك أيضا، ستأتي أختك قريبا. ولكن متى سوف أنتقل من هنا؟ يا لها من رائحة مقرفة. رائحة شيء غريب. لكنني قد نظفت نفسي. لا تقلقوا يا أصدقاء، إنه أنا إيتان. ما الذي تأكله أنت؟ اللحم، ما الغريب في ذلك؟ يا صديقي، إنها غير مطبوخة. اعذرني، لم ألاحظ هذا حتى. إنها لذيذة جدا هكذا. ماذا حصل لعينيك؟ نعم، إنهما باللون الأحمر، رأيت نفسك. اهدأوا يا أصدقاء، أنا لن أزعج نفسي بسبب مزحكم السيء. حقا، ما هذا؟ هل كنت تلعب على الحاسب طوال الليل؟ فلتهدأوا الآن، سأتأكد من ذلك. ألم تلاحظا أن إيتان أصبح غريبا في الفترة الأخيرة؟ لم يذهب إلى الحفلة، يأكل لحما نيئا، وعيونه حمراء اللون. ستكون هذه المرة الأخيرة التي أذهب بها معكم. بعد حفلة ليلة البارحة، والدتها سوف تخبر أهالينا بكل شيء حدث بالتأكيد. في المرة القادمة نحن سوف نذهب إلى ناد ليلي لا أحد سيزعجنا. موافقة، يمكننا الذهاب مع بعضنا، بالتأكيد لن يزعجنا أحدا هناك. من الأفضل أن أجلس في مكان آخر. لولا، ما الذي تريدينه من مارتن؟ ستذهبين معي في موعد غرامي. كلا يا أليكس، أنا لا أذهب مع الفاشلين في موعد مطلقا. سيوزي، لماذا لم تنظفي المنزل بعد؟ لقد انشغلت في هاتفي، عذرا. ما الذي سأفعله الآن؟ أختك الجديدة سوف تأتي ونحن لسنا جاهزة. ما الفائدة من ذلك؟ فهي ستكون أختي على أي حال. يجب علينا أن نريها أننا عائلة جميلة ونظيفة للغاية. خذي بدلي ثيابك الآن وسأحاول ترتيب كل شيء هنا. حسنا. مرحبا، أعتقد أنه هنا تعيش السيدة صوفي. أجل، مرحبا، من أنت؟ أنا ابنتك المتبنات. هذه أنت، لقد سررت بمعرفتك حقا. أتمنى كثيرا أن يعجبك هذا المنزل الصغير. عذرا على قلة الترتيب، لكننا مشغولات. إن هذه ليست مشكلة. لقد رتبت كل شيء الآن. أنا لا أصدق عيني، أنت حقا فتاة رائعة، كل أم تحلم بابنة مثلك. أنت لطيفة للغاية. حسنا، هيا بنا لنحتسي الشاي وأعرفك على أختك سيوزي الصغيرة. بكل تأكيد، كم كان سهلا الحصول على ثقة هذه المرأة. لم أتعب أبدا، حتى أنها لا تعلم أنه لست أنا، ابنتها المتبنات فعلا. كم أنا سعيدة للغاية بهذا. قريبا سيكون لدي عائلة كبيرة خاصة بي، وسيكون لدي أم كما حلمت دائما. أوي أوي. مرحبا، أهلا بك، هل تريدين مني شيئا ما؟
إن مظهرك غريب للغاية حقا، ولكنك ستنسيني قريبا. والآن ستذهبين إلى دار الأيتام يا حلوة وتخبرينهم أنه لم يتم قبولك أبدا. حسنا سأفعل ذلك، كل شيء تريدينه مني سأفعله. وأنت لم ترينني نهائيا الآن. لماذا لم يتم قبولي في العائلة الجديدة؟ وسأظل في دار الأيتام؟ هذا محبط، كل ما حلمت به قد تبخر. أنا لا أصدق أنه في هذا العالم العصري على مصاصين الدماء الاختباء. ما الذي يمكنني فعله؟ احتسي الشاي الآن يا حبيبتي. شكرا لك. مرحبا. هذه ابنتي سيوزي. سيوزي تعرفي على أختك الجديدة والكبيرة، إنها فيوليتا. مرحبا يا سيوزي، أمي أخبرتني بأنك فتاة غير مهذبة على الإطلاق، أتمنى أن تكوني متعاونة على الأقل. لا تتحدثي معي هكذا، أنا سوف أذهب إلى غرفتي الآن. لكن إلى أين؟ عذرا فيوليتا، سيوزي فتاة مزعجة بالفعل، لكن أنتما ستكونان أصدقاء بالتأكيد. أنا أتمنى هذا كثيرا. إنهم الآن يضحكون علي بالتأكيد وأنا أصدقهم حقا. ماذا؟ لماذا انعكاسي ليس واضحا في المرآة؟ هل هذه مزحة ربما؟ هذا غريب، هنا يوجد انعكاس وهنا لا يوجد. مهلا، ما الذي يحدث لعيني؟ حسنا سأكتب كل الأعراض على الإنترنت. ماذا يعني أن يكون لون عيناي أحمر وغامقا جدا وأيضا أكل اللحم النيء؟ هذا مستحيل، إنني الآن مصاص دماء. مارتن؟ نعم، ماذا تريدين؟ لدي تذكرتان إلى السينما، هل تريد الذهاب معي إلى هناك؟ عذراً، لكنني اتفقت فعلاً مع سيوزي. صحيح، هل تعرفين إذا كانت سيوزي في الفصل؟ أجل، لقد تحدثت معها على الهاتف منذ قليل، قالت إنها ستأتي، لكنني فهمت من صوتها أن مزاجها معكر جداً. يا أصدقاء، ماذا تريد؟ هل تتخيلان أنني قرأت اليوم الأبراج وكتبوا عن برج الميزان أنه سوف يلتقي بإحدى الجميلات للغاية؟ أعتقدت أن العجائز هم من يقرؤون الأبراج في القرن 21. اليوم سألتقي بفتاة جميلة بالتأكيد، فاليوم طالعي جيد. مرحبا للجميع. أوه، إنها سيوزي. يا أصدقاء، أنا أريد أن أعرفكم على أحد ما. مرحبا بكم يا أصدقائي، أنا هي أخت سيوزي. ها، من الواضح أن الأبراج كانت محقة فعلا. سوزي، أنت لم تخبرينا بهذا من قبل. في الحقيقة إنها متبنات، أمي قررت أن تتبنى فتاة أخرى لكي تساعدها. لقد سررت بمعرفتك. وأنا أيضاً أتمنى أن نصبح أصدقاء قريباً عندما ستصبحون مصاصي دماء أيضاً. مرحباً بك يا أيتها الفتاة الجميلة. فو، يا لها من رائحة مقرفة جداً. لا تقلقي، لقد تناولت اليوم الدجاج المشوي ممزوجاً مع صلصة الثوم اللذيذة. فو، فلتبتعد عني على الفور. يا أصدقاء، لقد عرفت للتو عن نفسي شيئاً مرعباً. هل هذه أنت؟ هي، هل تعرفان بعضكما؟ ممكن أن يكونوا أقارب، انظر لديها نفس العينان الحمراوان. لا تقلقوا يا أصدقاء، إنني أراه الآن لأول مرة في حياتي بأكمله. اسمعني، فلنذهب الآن، يجب علينا أن نتحدث بمفردنا. إذن ما رأيكم يا أصدقاء؟ هذه الأخت الجديدة لم تعجبني نهائياً، لا تتحدث معها أبداً. أنا لا أريد أن يكون لديها أصدقاء هنا. حقاً هذا ممكن، أنا أريد مواعدتها، لكنني سوف أذهب لتنظيف أسناني. هيا بسرعة أدخل إلى هنا. ماذا تريدين مني يا مصاصة الدماء؟ فلتغلق فمك، يمكن لأحدهم أن يسمعنا الآن. كلا، أنا لن أكف عن قول هذا، هيا فلتسمعوا هذا. لماذا لا تنصت إلي الآن؟ لأنه بسببك سأعيش لسنوات عديدة هكذا، وأنا لا أريد هذا. لا يهمني، يجب عليك الآن نسيان كل أصدقائك، أنت الآن مصاص دماء، يجب عليك أن تنضم إلي. كلا، أخبريني لما أستمع إليك الآن. ربما هذه الحالة لا تفلح حقا،
يجب علي أن أنومه مغناطيسياً. اسمعني في الحال، أنت الآن مصاص دماء ويجب عليك أن تكون فخوراً. أجل، شرب الدماء رائع. وأنت لا تعرف عني شيئاً، هل تفهم؟ أنا أتمنى هذا حقاً. أنا لا أعلم عنك شيئاً، أراك أول مرة في حياتي. يمكنك الذهاب. لحظة، ما الذي أفعله هنا؟ ومن أنت أيضاً؟ هي إيتن، كف عن الحديث مع هذه الجميلة الآن، لقد حان دوري. ولكن من أنت أيضاً؟ أنا هو حلمك الآن. إذن أنت معجب بي الآن؟ أجل، وأنت بالفعل محظوظة بهذا للغاية. إذن والآن، متى سيكون موعدنا؟ بهذه السرعة؟ ولن تصفعيني إذن؟ كلا، أنت جميل وشجاع أيضاً، وهذا كل ما أحلم به. واو، أنا لا أصدق ما أسمع. اليوم في السابعة مساء سأجهز نفسي. وداعا. يا له من غبي حقا. أنا بحاجة إلى شبان من أمثاله لكي أحقق خطتي العبقرية وأصبح الأقوى. كم هي مزعجة بالفعل. هل رأيتها كيف تنظر إلينا كأننا نحن لا شيء أمامها؟ اهدأ يا سيوزي، لكن لماذا تصرخين هكذا؟ حسناً الآن سنتحدث لاحقاً. وداعاً لولا، أغلقي فمك، لا تتحدثي إلي هكذا على الإطلاق. ولكن ما الذي حصل يا أختي؟ أنت عليك أن تهدئي الآن. ولكن هل رأيت نفسك في المرآة؟ ما هذا الذي ترتدينه؟ وأخلع العدسات الملونة حالاً، إنها تبدو مقرفة. هذا لون الأعين الطبيعي لدي. حسناً فلتبتعدي عني في الحال. سيوزي، إن صبري قليل للغاية. إي، ما الذي تفعلينه؟ دعيني وشأني يا فيوليتا. تذكري إذن، من الأفضل ألا تزعجينني، هذا أفضل لك. أمي! هدوء، لا تصرخي هكذا. يا فتيات، ما الذي يحصل هنا؟ لم يحصل شيئاً يا أمي، أنا وسيوزي أصبحنا أصدقاء للتو، وهذا مفرحاً للغاية. سيوزي، هل كلامها صحيح؟ أجل، هذا رائع. يا فتيات أنتما رائعتان، يجب علي أن أكافئكما، سأحضر لكما طبقاً شهياً. أحسنتي، إذن أنت بالطبع فهمتي علي الآن. لا تفرحي، لقد فعلت كل هذا فقط لكي لا تنزعج أمي. إذن أنا الآن ذاهبة إلى موعد مع أليكس. إذن أنت أعطيتي فرصة لهذا الفاشل؟ أجل، هل هذا ما يزعجك الآن؟ كلا، إن كل شيء جيد. حسناً إذن. لكن من أين لها كل هذه القوة؟ حسنا، بالتأكيد سأربح قلب فيوليتا حين نلتقي. أوه، أنت هنا الآن؟ مرحبا يا فيوليتا. حتى أنك طلبت طعاما أيضا؟ أجل، أنا لم يكن لدي مال كاف لأطلب طعاما مناسبا، لذلك طلبت أرخص بيتزا في القائمة. هاي أليكس، ما هذا؟ هل هذا ثوم؟ طبعا، وهل أنت لا تحبينه؟ أليكس، أنا لا أتحمله مطلقا. لا تقلقي بهذا الشأن، خذي إنها اللبان، لأنك سوف تحتاجينها عندما يحين الوقت لنقبل بعض. يا كل، أنت لا تفهم أي شيء أبدا. عليك أن تتحسن أكثر في المرة القادمة. واو، إن هذا رائع، إنها بكل تأكيد حبيبتي.